طيب يبقى السبت باذن الله عندنا امتحان فايبرويد كانسر سيرفكس نفسه. الكانسر سيرفكس سهل يعني برضه مفيش مشاكل. يلا. التريتمنت ايه يا دكتور محمد؟ التريتمنت ديبانز اون ستيج. يعتمد على الستيج. يلا يا ولاد نرسم الجوارح ده مع بعض. ستيج عندي هم، ستيج عندي بيرن، وستيج عندي حضرتك مين؟ مين؟ ماشي. اللوغاريتم ده مجرد هو اللي هيخليني ايه؟ هيسهل لي العلاج الصفحه على الصفحه القصه. وهنكتب ايه بمنتهى البساطه؟ وهنكتب عند ستيج 1 وهنكتب عند ستيج 3 اشعه. مصطفى فاكر مصطفى الستيجز دي اصلا؟ فاكرين الصبح ما قلت لك شويه وتنساها؟ والله يلا انا هفتكر عندي نقطة ماشي يعني اكتوبر تاخد 50 جنيه؟ لا يا كمان 10 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ستيج واحد اندوميتريوم 1 بي، اقل من هاف مايوميتريوم 1 بي، اكتر من هاف مايوميتريوم 1 سي. اوكي خش على اللي بعده. ايه اللي بعده عندي؟ الدايره الاكبر، شايف الدايره الاكبر كده ايه؟ سيرفايكال جلاند 2 بي. سيرفايكال عندي ستروما 2 بي. خش على الدايره الاكبر، شايف الدايره الاكبر جابت ايه حضرتك عندي؟ جابت الاوفري الادينكسيا والليف نوز والفاجنا. كان نفسي يبقى اسمها اي بي سي لكن للاسف اي سي دي بالترتيب كده. ما تنساش الادينكسيا معانا بوزيتيف سايكولوجي، معانا بوزيتيف بريتونيال دي سايكولوجي. والله العظيم عليك انا الحاجات دي ما بتطلعش. تمام ماشي. دي اختراع، براك اختراع، قعدت سنين على بال ما فكرت بقصه الزلطه والبيتا والحكايه اللي بتعلى، عايزكم دايما في النساء في الاطفال في الجراحه. سيبك من انا بقول لك توز فور مي ماي سيلف، بليز ابتدع بنفسك كل حاجه. زي هنا عندي الستينج اللي انا بتكلم عليها دي حضرتك، انا مصطفى هدي السر ولا كده. تمام؟ واحد بمنتهى البساطه جراحه، ثلاثه بمنتهى البساطه اشعه. ليه واحد جراحه؟ لانك ملموم جوه الرحم. طب وليه ثلاثة أشعة؟ لأنك كبرت بعزقت، كل وصلت هنا، كل وصلت هنا، كل وصلت هنا، أخاف لو كنت انتشرت أكتر من كده، خربت منطوق المشرط بتاعي إن هو يلمك، فإذا العلاج بتاعي هو مين عندي؟ الأشعة. طب يا دكتور محمد، ممكن أعرف ستيج 1 إيه الجراحة اللي أنت حضرتك بتقول عليها دي؟ أقول لها هي الجراحة بمنتهى البساطة اسمها حضرتك إيه عندي؟ اسمها تاه وإيه؟ وميسو. يعني إيه يا دكتور تاه؟ تورتال ابدومينال هيستريكتومي. ارجع افكرك تاني ان يعني في عندي دايما كذا اوبشن عندي في استئصال الرحم. تيجي الست تقول لك يا دكتور انت هتستأصل كل حاجه ولا لا؟ انا ممكن استأصل عندي الرحم فقط من غير الاوفرز. يبقى حضرتك ابدوم يبقى هيستريكتومي بس من غير الاوفرز. حضرتك ممكن عندي استأصل حضرتك من غير السيرفس. يبقى ما اسمهاش هيستريكتومي، يبقى اسمها ايه؟ سبتوتال هيستريكتومي. طيب والحاله الثانيه اللي تقولها لك والروت يا دكتور اللي هتشتغل بيه ايه؟ قول لها انا اقدر افتح لي البطن من فوق اسمها ابدومنال. اقدر اشد العضو ده من فوق من دي اسمها فاجانا. على فكره الفاجانا هيستريكتومي اسهل بكتير من الابدومنال، حاله ثابته قوي اعبط مما تتخيل. ده بتشد من تحت، برافو عليك. بدل ما كلامبات من فوق كلامبات من تحت. بدل ما هنا اول كلام بتقفل اوبريا بارتي، هنا اول كلام بتقفل يوتران بارتي، مش طبعا تفاصيل. او ممكن حضرتك تشتغل ايه؟ لابارسكوبيك اسيستنت بمساعده عندي مين؟ المنظار. انا ممكن اشد عند الرحم ده من تحت وفوق زميل من المنظار هو اللي عمال يكلامب 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 وبيحرق عندي كل الناحيه من فوق، نساعد بعض. فانا دايما عندي حضرتك اوبشنز مختلفه لاستئصال الرحم ده. هنا بقى حضرتك لازم لازم وحتما حضرتك عندي يبقى فيها بيسو. لازم عندي بايلاترال سالفينج اوفريكتومي. ليه حضرتك عندي هكتب في اللوغاريتم بتاعي ان الكوبرس لازم؟ ممكن اسمع نفسك؟ برافو عليك. نمبر 1 ات كروس احنا عملنا هايبر استروجين. نمبر 2 ات مي كاري مايكرو ميتاستاسيس. انا مش شايفها، مش شايف يعني كلمه مايكرو ميتاستاسيس؟ مش شايفها بعين مجرده.
تكون موجوده في الاوبري وانا مش واخد بالي. اللي هيقولها لي بعد كده بتاع الهيستوباثولوجي تمام. الاوبري دي ممكن حضرتك تبقى سايت عند المايكروميتاس طالما في متناول كده لازم تتشال. واحد هي المصدر، اثنين حضرتك ممكن تبقى فيها ايه؟ مايكروميتاس. طب يا دكتور وفي الجراحه بتاعتك دي غير البايلاترال سالفنج اوبريتنج بتعمل ايه كمان؟ بعمل حضرتك عندي سيلكتيف لينفادينكتومي. كلمه حلوه قوي معايا سيلكتيف لينفادينكتومي، يعني بتسلكت انهي لينف نودز؟ اللينف نودز الكبيره اللي اقدر اشيلها منين عندي؟ اشيلها. نحمد ربنا بقى وبارك ان الحمد لله اكثر من 70% من الاحوال عندي بيبقوا كام؟ ستيج 1. ال 5 year survival rate عندي بتاع ستيج 1 اخباره ايه حضرتك عندي؟ الحمد لله is very high 85%. يعني احنا بنعتبر عندي cancer endometrium is a very highly curable disease. cancer cervix is very high بمساعدة الالات دي، بيقول ايه disease يبقى جامد؟ preventable disease. اكتشفه قبل ما اعيد treatment تاني ولا ما تكتبش كتير. اعيد ان انا اشخص عندي الكانسر سيرفيس وما زال انترا ماتيريال قبل ما يبقى انفيزر. انا قلت النهارده قصه سي اي ام ان شاء الله. يبقى اتس فيري كيربل ديزيز. احمد ربنا ان معظم الحالات بتكتشف بدري وهي ستيج 1. حضرتك البروجنوز بتاعهم حضرتك الاكتشاف بيبقى 70% بيتم اكتشافه ستيج 1، البروجنوز عندي 85% زي الفل. المشكله ايه بقى يا دكتور؟ المشكلة ان عندي في بعض العيانين بعد العملية ممكن اضطر اعمل لهم بوست اوبرتيف ايه؟ ريديوثيرابي. هل عارف اللفظ ده يا ولاد؟ هل عارف لفظ عندي كلمة ادجيفنت؟ ادجيفنت يعني ايه؟ مساعد. ده بنسميه ادجيفنت او بوست اوبرتيف. حضرتك ايه عندي؟ ريديوثيرابي. طب مين يا دكتور محمد اللي انت بتعملهم في البوست اوبرتيف عندي ريديوثيرابي؟ حاجات معينة. بنتظر مين اللي يقول لي؟ بنتظر بعد ما عملت العمليه بتاعتي الراجل بتاع الباثولوجي. طب الباثولوجي ده ايه يا ولاد؟ الباثولوجي ده ماك وميك. طب ايه اللي بتشوفهم في الماك يقول لك انك محتاج، وايه اللي بتشوفهم في الميك يقول لي انك محتاج؟ يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ماكروسكوبيكالي لو لقيت ايه موجود لو انت جامد؟ ليمف مصدر. ماكروسكوبيكالي لو انت عامل عندي انفيجن اكتر من هاف الميوميتري، حد عارف دي بقى اسمها ستيج كام؟ 1 سي. برافو عليك 1 سي. هاي واحد النهارده جميل جدا قال لي يا دكتور ما احنا ممكن نعمل سي تي سكان ام ار اي عشان اعرف الستيج. قلت له اه سي تي سكان بس المايكرو ناس اللي ده تعرف ازاي؟ ليمف نص ساعات بقاش كبيره السي تي يجيب. على فكره السي تي ما يجيبش غير ليمف نص اكبر من سنتي ونص 2 سم. طب والتفاصيل اندوميتريوم ولا انفيتنج اقل من هارت ولا اكتر من هارت؟ بس بيني وبينك ومعاها حق لان حديث الام ار اي والحاجات الجديده تجيب لي تفاصيل التفاصيل. يبقى ماكروسكوبيك في البعيد كده اه في ليمف نودز، اه في ما خدت كارسكشن في اليوترس، اه في انفيجن اكتر من هارت. ده لازم بوس اب في البعيد كده. طب ومايكروسكوبيك يا دكتور محمد ايه الاخبار؟ الجريد كان في عندي جريد سيئه جدا. جريد كام حضرتك عندي؟ جريد 3 اللي اسمها بورلي ديفرنشيت. الله عاديه يا دكتور الحاجات دي على فكره بيعتمد عليها البروجنوزز بتاعته. اكيد طبعا كل ما تخش البيدنج جوه الميتم كل ما تبقى انيق. اكيد كل ما الجريد بتاعك تبقى مور اندفرنشيتد يعني تبقى لاس ديفرنشيتد تبقى انيق. ليش يا دكتور فكرنا كده بالجريد احسن مش شدنا شويه؟ يلا يا ولاد عندي ثلاثه سلايدز. ادي السلايدز الاولانيه ادي جلاندولار كومبوننت ما شاء الله ما شاء الله. ادي السلايد الثاني ادي جلاندولار كومبوننت. ادي السلايد الثالثه ادي جلاندولار كومبوننت عندي. والله لو لقيت السوليد كومبوننت اللي موجود عندي حضرتك اقل من 5% ايم ويل ديفرنشيتد جريد 1. والله لو لقيت عندي السوليد كومبوننت عندي من 5 ل 50% ايم مودريت عندي ديفرنشيتد جريد 2. اعتقد الكلام ده خدته السنه الثالثه. لو اكتر من 50% سوليد كومبوننت اسمك عندي بور ديفرنشيتد او حضرتك جرين كام؟ جرين 3. الجرين غير الستيج. الستيج حاجه وده سب وده حاجه تحتيها تمام؟ الستيج اللي هي 1A 1B 1C في المنظر ده. الستيج بعد ما تتقال بيطلع منها حضرتك حاجتين في التقرير. واحد هيقول لك الديفرنشيشن واثنين هيقول لك التايبس اوف سيلز. يعني ايه تايبس اوف سيلز؟ يعني هل انت ادروكارسينوما كمل؟ ولا انت هم ادروكارسينوما كمل؟ ولا هل سبو
سكويمس عندي كارسينوما كامل. ولا هل الانواع النادرة؟ ايه الانواع النادرة دي؟ اسمهم ايه؟ كابيلاري واسمهم ايه حضرتك عندي؟ سيرس. اخبارهم ايه حضرتك دول؟ دول لو لقيتهم تحت الميكروسكوب يستحق عندي فلوس اوفرت منين؟ ريديو ثيرابي. دكتور محمد بقالك كتير ما اديتش فلوس، صح؟ هل الفلوس جنيه؟ 50 جنيه اللي يقول لي. ازاي الاندوميترا من جلاند يطلع عندي سيرس؟ ميتابليزيا، برافو عليك. اخدناها في درس اسمه ايه؟ اندوميتريوز. اخدناها من فيرس. فيرس كان في فيري بتقول ان الفيريتونيوم يعرف يعمل ايه عندي؟ ميتابليزيا. برافو عليك. تكبر تعرف اسمها مايرس ميتابلاستيك ثيوري. قال لك ايه؟ قال لك ان بوز بريتونيوم اند اندوميتريوم ار هاف ذا سيم امبريولوجيكال اوريجن. حد جاب دماغه جاب الكلام ده؟ لان حضرتك عندي الـ لا 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 ما تكذبش، اصل 50 جنيه تعمل لك ايه اليوم الحقيقه؟ بصل كليوم حديد مش هتنقذك في حاجه يوم الايام. تمام؟ يلا فحضرتك عندي طلعت منين المولاريوم دكت؟ اهي طلعت منين المولاريوم دكت؟ اهي سبحان الله نفس الابيثيليوم بتاع البريتونيوم السيرس هو الابيثيليوم اللي طلعت منه المولاريوم دكت اللي هتطلع لي حضرتك الاندوميتريوم والسيرفكس وبعدين الفاجينا اللي انتوا فاكرين. I have the same embryological origin. الاندوميتريوم ده ممكن يتحول لسيرس بس تحول ده شيء خطير يستحق عندي بوستوريتيف ايه؟ ريديتر. دكتور الاشعه اللي هتدينا دي بقى بعد العمليه هتدينا ازاي؟ تمام؟ عندنا حضرتك دلوقتي اليوترس اتشال، سيركس اتشال، اورس اتشال، ما تبقاش عندي غير ايه عندي؟ الكاف بتاع الفاجاي. انا دكتور قريت بس افتكرنا انك قلت الجراحه لما روحنا البيت ذاكرنا الدرس فما فهمناش الحاجات دي. الكاف هي نوايا الفاجاي. هي السقف بتاع الفاجاي اللي في احيان اخرى تلاقي مكتوب اسمه ايه؟ دبوره الفاجاي. طب ايه الاخبار؟ انا شلت خلاص الرحم وبتاع والبقى عندي الحته دي وممكن يبقى متبقي عندي ايه؟ بعض اليوم فلوس كده اللي انا ايه؟ مش شايله. طب الاشعه دي عباره عن ايه؟ بنعمل نوعين من الاشعه. خير يا دكتور محمد؟ ان انت حضرتك بتحط عندي سلندرز اسطوانات. بتطلع ايه حضرتك؟ بتطلع عندي الاشعاع بتحشيها في الفاجينا كده من فوق. انت في حين من انك تعرف ان الاشعاع ده عندي يا بيطلع سيزيوم يا بيطلع عندي ريديوم مالكش دعوه بهذا الكلام. طب يا دكتور اما تحط هنا الحاجات المواد المشعه في سلندرز موجوده ناحيه الفاجينا الكاردة النوع ده من الاشعه بيسموه ايه؟ النوع ده من الاشعه يا ولاد بيسموه حضرتك ذا بريكي ثيرابي. بريكي ثيرابي. حد عارف يعني ايه بريكي؟ حد عارف العضله دي اسمها بريكي وايه؟ طب ايه فايده عندي البريكي ولا دياليس؟ تقرب البعيد، بريكي عن قريب، عن قرب. فبريكي ثيرابي معناها حضرتك انك بتدي علاج عن قرب. لمين يا دكتور محمد؟ بالبوت والكف بتاع الفاجينا ده هو. عشان ما يبقاش في بواقي، اصل انا في سرطان عنيف، في ليمف نص بوستل. يا رب عندي ريحه التيرنر ده وحش، التيرنر التيرنر ده وحش قوي. يا رب عندي ما يبقى فيه عندي من كتر ما هو عنيف لا 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 يجي سرطان هنا في البول. لا انا هحشي الفاجينا بسلندرز تدي بريكتر فاجينا بريميو ثيرابي. طب يا دكتور وانا خايف في نفس الوقت حضرتك لا يكون في بواقي ليمف نودز. برافو عليك. الست بقى قاعده بعد العمليه ده جهاز كده جاي من بعيد يسلط اشعه بنسميه ايه؟ بنسميه اكسترنال بيم ريديو ثيرابي. سميها دكتور محمد اللي جاي من بعيد ده بنسميه تيلي ثيرابي. حد عارف يعني ايه تيلي؟ حد عارف يعني ايه تيلي؟ فيجن؟ يعني ايه تلفيجن؟ فيجن يعني رؤيه، تيلي عن بعد، الرؤيه عن بعد، رؤيه التلفزيون يعني. عشان كده ده اسمه تيلي ايه؟ تيلي ثيرابي، العلاج عن بعد. يبقى عباره عن ايه بقى سعادتك عندي؟ بديها كومباينيشن من حاجتين. فين التفاصيل ده؟ لو قلبت الصفحه كده التفاصيل دي بس خليك معايا. تمام. ايه يا دكتور التفاصيل اللي انت بتقولها دي؟ حد يا حضرتك بريكي ثيرابي ده ايه ده؟ فاجينال سلندرز. لمين ده يا دكتور محمد؟ للكف بتاع الفاجينا. للكف. طب هتدي ايه معايا في نفس الوقت حضرتك عندي؟ تيلي ثيرابي. ايه يا دكتور تيلي ثيرابي؟ ده اكسترنال بيم راديشن اي بي ار. اكسترنال بيم راديو ثيرابي.
دايما اختصارها تي بي ار. طب وده لمين ده يا دكتور محمد؟ على ده للانفلونس، لبواقي اي انفلونس خاف عليها. امتى بتخاف يا بيه؟ امتى بتخاف؟ بخاف لو لقيت عندي بعد استئصال الرحم الانفلونس. بخاف لو لقيت بتاع الباثولوجي قال لي اكتر، هل انت منتظر تقرير الباثولوجي؟ يس. اخاف لو قال بور ديفرنشيت، اخاف لو قال عندي الخلايا سيئه. ماشي يا دكتور، خلاص انا كده فهمت ستيج 1 بالاساس جراحه. ولعلمك دي كومن ولا نادره؟ جامد بيقول نادره. اصل في الاغلب حضرتك عندي بتكتشف عندي وانت ستيج كام؟ 1A1A1. حد عارف يعني ايه 1A1؟ 1 يعني انت في الرحم، ايه؟ اندوميتر. 1 دي طب يعني ايه؟ جامد ديفرنشيت. 1A1 اغلبهم طيب في سرفايفل ريت رائع رائع. ماشي يا دكتور محمد. امال لو لقيت العيانه حضرتك عندي ستيج 3، شوفوا ما فهمتش ازاي ستيج 2. امال لو لقيت عندي ستيج 3، ستيج 3 دي خرجت بره منطوق الجراحه، هتعمل ايه يا دكتور محمد؟ هدي اشعه. هتدي انهي نوع من الاشعه؟ التيري ثيرابي ولا البريكي ثيرابي؟ لا هدي عندي اشعه جديده. خير يا دكتور محمد؟ ايه الاشعه الجديده اللي انت تديها دي؟ حاجه حضرتك على الرحم وعلى السيرفكس وعلى الرجل. صحيح ده ستيج 3 انت ما عملتش جراحه. انت ما عملتش جراحه. ده حضرتك عندي الرحم موجود في مكان وبتقول للست ان انا مش هقدر بالمشرط تشيل الدنيا اشعه. هنعمل ايه؟ هنحشي بقى. بنجيب السلندرز نحشي بيها الرحم. بنجيب السلندرز نحشي بيها السيرفكس. بنجيب السلندرز اللي بتطلع الاشعه بنحشي بيها الباجنا. سموها ايه يا دكتور محمد النوع من الاشعه ده؟ بنسميه حضرتك انترا كابيتري راديشن. وات كابيتري؟ انترا كابيتري راديشن. ماشي. وملهاش حل بقى عندي غير كده ستيج 3، ملهاش حل غير كده. ده في ناس يا دكتور بيقولوا ان ستيج 3 دي بلس اور ماينس ينفع نديهم كيمو ثيرابي. هتشوف دلوقتي حل. هتشوف دلوقتي القصه عندي حلقه بره ايه. دايما الاشعاع والكيماوي يتساووا كده. عارفين في تخصص اونكولوجي؟ في تخصص اونكولوجي سيرجيكال وميديكال. سيرجيكال اونكولوجي اللي هو بيعمل جراحه، ميديكال اونكولوجي هو كيمو راديو، هو اللي بيخطط الاشعاع ويرسموا كده عليهم حاجات او يخطط جراحات الكيماوي والحاجات دي. ماشي. يبقى ستيج 1 جراحه، وساعات ممكن اعمل بعديها اشعه احوال معينه. ايه الاشعه اللي بعد الاستئصال الرحم؟ خايف على البورد لا يجي لك في ريكارز بواقي سرطانات اندي بريك. خايف على الانفلونس لا تكون فيها سرطانات ادي كيلو ثيرابي اكس اكسترنال راديشن. طب لو جت من الاول ستيج 3 احشي الرحم جوه انترجريتري. طب دكتور ايه السهم ده؟ السهم ده انا ابتدأته علشان نكمل الدائره. واحيانا ايه لو انت جامد؟ نادره. احيانا نادره جدا جدا جدا. ايه اللي يحصل يا دكتور محمد؟ ان بعد ما تحط الانترجريتري راديشن ده يحصل داون جريدنج. يعني ايه يا دكتور محمد داون ستيجنج؟ يعني حضرتك ان التيومر يكش يكرمش. يبقى حضرتك عندي بدل ما كان كبير اهو الاشعه عندي ارترايتس اوبليترانس عندي ارترايتس اوبليترانس. الدنيا لمت 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 ورجعت عندي دخلت في منطقه الايه؟ الجراحه. بس الكلام ده كومن ولا نادر؟ نادر السنين انسان. وحتى لو حصل له كده جراحه بتبقى صعبه. عايز تعمل جراحه على واحده واخده جرعات اشعه من الحرام؟ لا ما كانش قدامي. ده مش عارف يسمي البيشنز بتاع بعض. لا كان الارترايتس اوف ترانز عنيف. ماشي يا دكتور على بركه الله. امال حضرتك بقى ستيج 2 دي ما زالت لغز بالنسبه لي. ليه يا ولاد؟ هو ستيج 2 معناه ان انا نزلت على مين؟ على السيرفكس. طب السيرفكس ده يا دكتور حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجة وحشة زي ما قلت، حضرتك حاجة وحشة ليه؟ كاد مينلي سيرفيس باي لمفاتكس، ما فيش جراحة، ما فيش كانسر براست. كانسر براست وير كونسيدرينج ات سيستميك ديزيز اند نوت لوكال ديزيز. الوان سينجل كانسر براست انتشر من لمفاتكس للأكزيلا لمفاتكس، وانس اتشاف لمفاتكس معناه انك في الجسم كله. مش كده دايما تلاقي خالته اللي عندها كانسر براست استئصال يتبعه كيموثيرابي، استئصال يتبعه هرمون دواء التاموكسافين اللي قلنا عليه ده. طب هتعمل ايه يا دكتور عندي هنا طالما بقت عندي سيئه السمعه ونزلت على السر؟ هعملها معامله كانسر سيرفيس. طب الكانسر سيرفيس يا دكتور ان شاء الله يوم السبت اما ناخد العمليه بتاعته، يا ترى العمليه بتاعته اسمها ايه يا دكتور محمد؟
عملية بشعة، عملية صعبة قوي، جراحة صعبة قوي، اسمها حضرتك عندي فيرتايم اوبريشن مش ورتايم، ها الماني اكيد ماشي، فيرتايم اوبريشن. كانت علماء سنة 45 قعدوا علشان يخططوا العملية دي. خد اسمها يا راسي، ميك اوكاباياشي فيرتايم اوبريشن. بس بلا ميك بلا اوكاباياشي بلا فيرتايم. قال لك ايه؟ قال لك كانسر سيرفكس بينتشر باي لمفاتكس. يبقى ايه المطلوب في العملية دي؟ ان انا حضرتك مش بس استأصل الرحم بالبرود ليجمنت. طب حد عارف البرود ليجمنت ليه؟ في الليمفاتكس. مش بس كده كمان، لو استأصل كل الليمف نودز. مش بس كده كمان، لو استأصل upper part upper third of the vagina. قصة صعبة جدا. فين التفاصيل ده يا دكتور؟ السبت الجاي ان شاء الله درس الكانسر سيرفكس. طب مالك كده متأزم وانت عارف متأزم ليه؟ لان انت وانت بتشيل البرود ليجمنت وانت بتشيل الليمف نودز هيتضرب منك مين وهيتضرب منك مين؟ اليوريتر والجريت باسلز. اليوريتر والجريت باسلز غالبا انا بخش عمليه زي كده ببقى مغلب المكلم زميلي بتاع المسالك عشان يلموا ورايا، انا معور اليوريتر، وبكلم الشباب بتوع الفاسكلر عشان يلموا ورايا، انا معور الكومن اليا كونتينر سيل، وغالبا بكلم الامتياز ومصاحبه عشان يحضر لي كيس دم من هنا للصبح، وغالبا بصاحب على جوزها علشان يغفر لي اما مراته تموت. للدرجات يا دكتور. طب اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ايه؟ ده دام هي عمليه صعبه للدرجه دي، ما بلاش جراح، ما تعمل ايه؟ اشعه. وفعلا ده الاتفاق اللي احنا اتفقناه. ان ستيج 2 ينفع يتعمل لها جراحه وينفع تعمل اشعه. على فكره الاثنين ايكوال، الاثنين ايكوال. طب الاختيار هيتبقى لمين؟ اقول لك العلم وبعدين اقول لك شغل السوق. الاختيار هيتبقى حضرتك عندي للفتنس. If the patient is fit or the patient is unfit. يعني ايه يا دكتور محمد unfit؟ اديني كده بقى الثلاثيه اللي قلناها الصبح. Diabetic، obese، hypertensive. بس. شايف العيال fit ولا unfit؟ fit هنعملها براحه، unfit عندي هنديها لمين؟ ريجيتال. عمليا بقى انت منتظر بقى شغل السوق. لا مالكش، لا مش عايز اقول لك حاجات وحشه تضيع مصداقيتي عندك. انا بتقابل انا والواد صاحبي بتاع الاشعه على القهوه بالليل ونشوف مين فينا محتاج فلوس من الاخر، وانا اقول له ولا العيال عندي قسط المدرسه 12000 جنيه الشهر الجاي، يقول لي انا محتاج فلوس يا محمد، اقول له والله خلاص كل هعمل ده براحه، يقول لي بس ليه عندك واحده؟ اقول له يا عم اثنين يا عم، يلا يا عم نقسم ما تزهقش كده، هو ده الطب المصري. تمام ماشي يا ريس. يبقى 1 سيرجري وفي بوست اوبرتيف راديو. اثنين حضرتك يا اما سيرجري في الفيت دي لو قلبت الصفحه تلاقيها مكتوبه فوق. فيرتايم حضرتك عندي لو فيت ولو انفيت راديو ثيرابي. ثلاثه حضرتك عندي راديو ثيرابي. طب الراديو ثيرابي ده عباره عن ايه؟ انتر كابريتر راديشن. هتلاقي بقى الكلام ده عندي حاجه سخيفه. ان شالت ايتم بعد الاربع ستيج، بعد ما فرمت لك الاربع ستيج وكانت راديو ثيرابي كيمو ثيرابي فيلخبطك. تمام؟ ماشي؟ وتحت عنوان راديو ثيرابي يقول لك ايه؟ راديو ثيرابي ثلاث انواع، انتركابيتري بيستخدم في ستيج ثلاثه. براكي ثيرابي فاجينال سيلندرز اقعد في حاله ستيج 1 لو احتجت بوست اوبرتيف راديو ثيرابي بيتعبى هنا عشان الفاجينال بولت ريكارنس. تيلي ثيرابي اقعد في حاله ستيج 1 لو عندي حضرتك الدنيا سيئه وعايز اعمل بوست اوبرتيف راديو ثيرابي اسمه اكسترنال بيم راديشن او تيلي ثيرابي علشان الليمف نودز. عملت روقان يعني. الاشعه لوحدها اهي. والبوست اوبرتيف عندي حضرتك اهي. علشان كده سبحان الله هتسمعوا الثلاث الفاظ دول. يقول لك الاشعه يا اما حضرتك ادجيفنت يا اما اللي يقول لي دي اسمها يبقى كويس. كيوريتيف يا اما يفضل واحده. بالياتيف. طب عليه اصل انا في ستيج ما بيتلهاش صريخ خالص. ستيج 4. فالاشعه عندي او الكيماوي اي حاجه من عندي ممكن تبقى مين؟ ادجيفنت يعني حاجتين مع بعض، او ممكن تبقى بالياتيف لا خلاص العيانه بتموت اديها ده عشان تقضي اخر كم شهر في حياتها من غير ما تبلغ، او كيوراتيف الكيماوي بس يعالج الاشعه بس تعالج. طب ماشي يا دكتور، ما تقول لنا بقى ستيج 4 دي علشان نخلص ونخش بقى السي ام. هنمشي ان شاء الله النهارده اثنين وقبل اثنين حق. ستيج 4 دي اكيد علاجها اسمه ايه يا ولاد؟ بالياتيف هاليشن. طب والباليتيف دي يا دكتور محمد يعني عباره عن ايه؟ يا اما حضرتك راديو ثيرابي باليشن يا اما كيمو ثيرابي باليشن. طب الراديو ثيرابي ايه؟ خلاص بقى ادينا عرفنا تفاصيله. ان هو ممكن يتاخد عندي
انتراكابيتري حاضر، وممكن يتاخد عندي من بره تيلي ثيرابي حاضر، وممكن يتاخد في الفاجينا براكي ثيرابي حاضر. طب والكيمو ثيرابي يا دكتور محمد اللي عندي؟ في عندي نوعين من الكيمو ثيرابي، هرمونال ونون هرمونال. طبعا هو العادي الكيمو ثيرابي هو نون هرمونال، اللي هو الحاجات بقى اللي انتوا عارفينها. فاكر الميزوتركسيت؟ ابتانمايسين دي؟ هتفاكر الماك؟ طب الايماكو؟ هدول عدديين؟ خمسه ايماكو من عارف ان هم خمسه مش رابعه، ما تودنيش في ده. تمام ماشي، ماك ميزوتركسيت ابتانمايسين دي والسي ساكروبوسامايد والاي والبول في الاخر ايتيكوزايد وانكوبين اللي هو البنكريستين. طب الكلام ده خدناه فين؟ انت لو قلبت الصفحه تلاقيه كاتب الكوليكارسينوماتين، ودي احد العيوب الميزات الغريبه الغريبه اللي معرفش ايه اللي موجود في الكتاب، عمال يعيد يزيد في نفسي كده. امال يعني ايه؟ طيب هو ده الهرمون، هو ده الكيموثيرابي. طب يعني ايه هرمونال؟ اصل المرض بتاعي از ايه ديبندنت؟ فاقدر اعالجه بهاي دوز اوف بروجستيرون. بس علشان تعالجه بهاي دوز اوف حضرتك بروجستيرون لازم تتاكد ان السرطان ده سوف يستجيب. يعني ايه حضرتك؟ علمك كلمه في دقيقه بس، اوت اوف فيز، اوت اوف هذا الدرس. اما بنستأصل الرحم، اما بنستأصل التانيه، العادي انك بتروح حاطه في فورمالين علشان تبعته لبتاع مين؟ ما تقولش لا حضرتك. لو انت في دماغك تدي هرمون ثيرابي، النص بيتحط في فورمالين والنص الثاني بيتحط في صلاين. حضرتك المعلومه دي؟ ليه بيتحط في صلاين؟ عشان لو عندي هرمون ثيرابي لازم يبقى ريسبتور اسيري بوستيف. هبعته في صلاين لواحد بتاع اميونو هيستو كيمستري يشوف عندي الريسبتورز اللي موجوده، هل هي حضرتك في بوستيف ستيرويد ريسبتورز ولا لا؟ قصدك تقول يا دكتور محمد في تيومرز استروجين ديبندنت وفي تيومرز نون استروجين ديبندنت. اللي روح بين اللي روح النهارده ما بين 9 ل 12 ونح الدرس ده، بقول اي هبل. تمام، ده مكتوب في اول صفحه، وانت تلاقي المعلومه دي طايشه. استروجين ديبندنت ونون استروجين ديبندنت رير، علشان بقى الكلمه دي. لو لقيت عندي بوستيف ريسبتورز، بوستيف ستيرويد ريسبتورز، دول اللي يلبق لهم مين؟ بالاردني، اللي يلبق لهم باللبناني بروجسترون. النون بوستيف ريسبتورز اللي هم القرده دول ما يبقى لهمش. طب وايه اللي هم هرمون ده؟ كيماوي كيماوي كيموثيرابي. ما تصدرش نفسك بالاسامي دي لان هناخدها ياما في الكانسر اوبرا. كانسر اندوميتريوم جراحه، كانسر سيرفكس اشعه، كانسر اوبري كيماوي. هناخد يعني ايه بلاتينم وسيستلاتينم، هناخد يعني ايه تاكسل وباكليتاكسل، فهناخد الكلام وانا اعرف الاشجار والحال الاشجار اللي جابوا منها الكلام ده ايه؟ يس. برافو عليك، هو بس انا اعرف ان انا عشان كده تلاقيني ما قلتش استروجين ريسبتور، شفت قلت ايه؟ ستيرويد ريسبتور بوست. الكتاب بتاعك لو عايزه سموه صح. تحاشيت او تلفيت ان انا اقول استروجين ريسبتور بوست عشان السؤال ده، قلت ايه؟ ستيرويد ريسبتور بوست، وسؤالك ده منطقي يعني. تمام؟ ماشي. هرمونال بروجسترون، نون هرمونال شويه كيماويات ثانيه ايه؟ هنخدها. بس خلاص يا عم هشام، مش طب تعمل ايه؟ خلص الدرس خلاص، بس خلاص خلاص خلصت الحته الاولانيه دي. قشطه؟ صمت اب معايا علشان اقول لك بقى يسيب الامتحان ده كله ونشور. اكيد هيجي لك سؤال بفايف ماركس. ديسكاس ريكارنت. ديسكاس فاكتورز عندي افكتنج بروجنوزز. تمام اهي اهي ما بنقراهاش اهي. تمام ماشي اوكي يلا تاني. واحد جراحه تو بسو ولازم بسو ولازم سلكتف لينفادينكتومي. تو يا دكتور وكافي بوضع نجاح في معظم الحالات. نادرا بوست اوبرتيف ريديو ثيرابي. امتى؟ اللي حفظهم يتذكرني. ماك وميك، ماك لينفوسترستف، ماك اكتر من هاف ماي ميك ستيج 1 سي. ميك جريد 3 ديفرنشيشن تابولري سيروس. ايه يا دكتور الاشعه دي؟ من بره على الليمف نوز، من جوه احشي الفاجينا عشان مضغوط. طب ستيج 3 يا دكتور اشعه بس انتركابيتري، قول يا رب. طب يا دكتور ممكن ساعات تبقى داون جريدنج ما تذكرهاش، كلامنا ده جيب هتخلي الخلق اللي يتريقوا عليه. طب ستيج 2 يا دكتور فيت، يبقى راحت الكانسر سيرفيس بالتايم.
امفيد يبقى راديو ثيرابي. شوف سهم فوق او سهم تحت، يا جراحه يا اشعه. طب ستيج 4 باليشن، يا راديو ثيرابي يا باليت كيمو ثيرابي. وشكرا عليك وشكرا عليك. طب بيعملوا ايه؟ ريكارنس. كل اللي عايزه من ريكارنس، معلش بقى اقرا عندك كتاب الاسم، علمني على الكلام المهم. ايه الكلام المهم؟ اهم كلمه في الريكارنس ان هو ويدين 2 years. حضرات حضرتك منها او ده ايه في الامس كيو؟ بقول لك في الورق بتاعي عامل انا علامات خبيثه، اي حاجه امس كيو اعمل علامه كده، اعمل علامه صغيره كده لو حد فيهم شاف ورقه كده صغيره. وتلاقي انك بتذاكر النظر كل اللي بيجي في الامس كيو موجود في العلامات دي. سبحان الله. ماشي يا دكتور. يبقى within 2 years ادي اول معلومه تيجي في الامس كيو. تاني معلومة ان هذا الريكارنس مين لمين لحتتين، على فكرة الحتتين دول في عقلك. يا فين يا فين؟ ها؟ يا في البورد يا في الانفلونس. يا في البورد، هو كاتب لك البورد بس كلمة. تمام؟ يا في البورد يا في الانفلونس. هو قال لك ممكن الريكارنس ده يبقى فين حضرتك عندي؟ ممكن يبقى لوكالي حضرتك هنا في البلفس في الحوض، ادي رجلين الستة اهي، تمام؟ ممكن يبقى ديستال، ممكن يبقى هنا في البولد بتاع الفاجينا، ممكن يبقى على السايد وولز، ممكن يبقى اللينف نودز، ممكن يبقى ديستال عندي ريكارنس في اي مكان. طب يلا بس من غير ما تقرا، لو جالي ريكارنس هنعالجه ازاي؟ انا ما عنديش غير الثلاثه اوبشنز دول، ممكن تذكرهم تاني؟ حضرتك هعمل لك اشعه، هنحشي من جوه وندي من بره. طب حضرتك لا انا مش قادر، انا انفيت للاشعه دي صعبه جدا عليا، فابتدي تنام. طب حضرتك ينفع تشيل الكلام ده بالراحية؟ أنا لقيت لوكاليزد ليجنز حضرتك عندي هشيلها بالسيرش. عندي الثلاثة تريتمنت أوبشنز عندي. تمام؟ يا إما حضرتك عندي شوية رينيوثيرابي، يا شوية كيموثيرابي، يا إما لو في ليمتد ريكارنس في حتة معينة أنا قادر إن أنا أشيلها بالراحية هشيلها. بس خلص. خلص الدرس. ممكن بقى في الآخر خالص أقول لك What are the or enumerate different factors in which prognosis of that tumor depends on? يلا بسم تعال نعدل مع بعض. يلا واحد depends على مين؟ على الستيج. يلا مين أحسن ستيج؟ 1 بالذات مين ومين؟ 1 A وB صح. لأن 1 A وB غالبا علاجهم إيه بس؟ جراحة بس. أمال 1 C؟ بص انا بدي اديس برافو عليك ادي ستيج. ها قول لي تاني بتعتمد على مين؟ على الديفرنشيش يا ولد. تمام. طب الديفرنشيش مين الديفرنشيشن الحلو؟ 1 و 2. طب مين الوحش حضرتك عندي؟ 3. ده بياخد بوست اوف ذا بروديوسر. يلا كمل. بتعتمد على مين عندي؟ على التايب اوف سيل. برافو عليك تايب اوف سيل. مين احلى تايب اوف سيل؟ ها ادينو كارسينوما. ادينو كارسينوما برافو عليك. ومين اسوأ تايب اوف سيل؟ الكلير والبابيلوري. ما شاء الله. تمام. نمره اربعه بتعتمد على مين؟ على عندي حضرتك عندي على السبراد. فين السبراد السيء حضرتك؟ للليف نودز. فين السبراد السيء حضرتك عندي؟ للبريتونيوم البوستيف بي عندي اسايتس. خد بالك من حاجه، ان السبراد ده حطك في ستيج كام على طول؟ ثلاثه. ثلاثة حتى في الجزء الأساسي سلم في الجزء اللي حضرتك كام عندي؟ فدول أخبارهم إيه عندي؟ سيئين. بس كده. هي دي الفاكتورز اللي بعتمد عليها البروجنوزز بتاع هذا التيومر. دي الفاكتورز اللي تندرج تحت عنوان إيه؟ تيومر فاكتور، لوكال فاكتورز. إنما أكيد في فاكتورز اتنين تانيين اللي يقولوا بيبقى جامد. على البيشنت وعلى مين؟ على الدكتور. الدكتور وإيه؟ ومهارته. دكتوره ومهارته وتخطيطه اللي هيعمل ايه للعيانه. طب والعيانه بقى وجهها؟ الفيتنس اوبيز دايبيتك هايبر كانسر فيت ولا نوت فيت؟ اي احنا بنلعب مع كل الكلام ده برضه. مدام بنتكلم على شغل السوق ولا الحاجات السيئه جدا في مصر، عايز صورها يصورها يا جماعه، انا هنخش الدرس الاهبل بس يعني الحاجات السيئه في مصر. انا لما بيجي لك عيانه مثلا كانسر اندوميتريوم ولقيتها تخينه وهايبرتنس وبيبيز، بتشتغلها ولا ما بتشتغلهاش؟ ما بتشتغلهاش عشان مشاكلها كتير، تبعتها لاي حد تاني. طب ازاي تبعتها؟ بشكل لطيف. لا هتقول لك انت اقطع، ما تعرفش تعملها ولا ايه؟ اقول لها 70,000 جنيه. اقول لها 70,000 جنيه.
برافو عليك، اضرب فلوس في العين. طب وافرض قالت معايا معايا 10,000 دولار 150,000 مثلا 10,000 دولار ده انا اروح ده انا مش هشتغلك لوحدي ده انا هنملك 10 دكاتره معايا كمان نشتغل كلنا في نفس الوقت كل ناخد ياض 1000 ياض 1000 1000 بشرق على كل الناس يا نهار اسود اه ده من السوق بتاعنا السوق احنا وحشين حد يقول لي ليه احنا وحشين عشان مش بتعتمد على الله علشان اكل عيشك من جيب المريضه مش مؤمن ان رزقك على الله طب مين اللي مؤمنين اللي رزقهم على الله الاجانب لان رزقهم على مين على التامين الصحي اه والله اصل كلنا تحت مظله التامين الصحي تفرش معايا اشتغلك ما اشتغلكيش اشتغل كتير اشتغل قليل انا التامين الصحي كفيل انا باخد راتب معين بغض النظر اشتغلت ولا ما اشتغلتش عملت ولا ما عملتش مش انا هنا انت قبل ما بتبص على قلب العيانه او بالنسبه لنا على بطن العيانه انت بتبص على جيبها حلاشة سكيت يلا حدود السي اي ان لذيذة على رئيس سي اي ان صفحة ونص بالمناسبة يعني عشان نمشي ساعتين يلا ماشي سكيت سكيت كده نفس ايه نفس نفس وطلعنا صورة سي اي ان بس لذيذ 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 قصة حياة جميلة على فكرة يا ولاد تعالى بقى سمرايز العلم الذي ينتفع فيه في الأرض يا ولاد لو أي حد في العين دخل في المنقوص ونزل عليها نقطتين دم What next step? Comes to general ultrasound What's next step? Depends on the thickness of the endometrium What is the next step after that? Refer her to the specialist شكرا أحسنتوا لأتخصص فيكم هسه أنا طبعا عايزك بعد كده انا ابقى دكتور كويس وخلاص يعني ايه دكتور كويس؟ يعني امشي انزل العلم ده بس اللي بقى بس كده زي ما كل الكانسر سيرفيس مش محتاج له علم واحد بس لو انت اتجوزت وبينك وبين مراتك في ريليشن شيب لقيت دم افتر ذيس ريليشن اني كونتاكت بليدنج از كونسيدرد تعالى عشان نستخدم المسحه دي والبتاعة دي والبتاعة دي بس كل اللي بندرسه الباقي ده ورش وطق حنك زي ما انتوا زي ما بنقول عندنا في بيروت طق حنك زي ما قلت السنه اللي فاتت في الرمى الريفراكشن انت عارف يا ابني مين بره البان نضاره؟ الدكتور ولا التكنيشن؟ ليش؟ في حاجه اسمها اوبتيشن ولكن يا اخي اسمعوا ايه الحكايه؟ السي اي ام اللذيذ قوي اللي الواحد فخور بيه يعني يا ولاد يلا يا ولاد ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي انا راسمه؟ سيرفس شوف انا داخل فين مكبره جدا جدا الحكايه حد تدينا بقى قصه اقل وصف ليا بيها عفن 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 هبتدي لك بايه؟ شو دايما ببتدي ايه يا ولاد؟ لو انت جامد بالنورمال وبعد كده هقلبك لمرحله اسمها ايه عندي حضرتك؟ ابنورمال سي اي ام ومن رحمة الله علينا حضرتك عندي ان يخلي السي اي ام ده يقعد سنين كبيرة قبل ما يقلب ايه؟ انفيزف اذا هي قصة عندي زي عاملة زي الحلقة المتصلة مش منفصل مع بعض الحلقة لو هي تأجل التاني تأجل التاني ايه يا دكتور النورمال في السوش اللي عندي؟ تعالى بقى بص معايا السوش من النظر خالص القصة وبتاع اسمها قصة مش بيقول لك يا سيدي ان الفاجينا دي تمام اخبارها ايه؟ متغلفة بايه زي ما كلنا عارفين ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نقي عندي نانكريتينايز هي هي يعني ايه دكتور محمد نانكريتينايز؟ يعني ما فيهاش كرياتين بس ما ينفعش يبقى فيها كرياتين ده مش جلد رغم ان في ناس مجازا في بعض الكتب هيقولوا فاجينال سكين لو وار مينينج فاجينال ميوكس مندرين عباره حضرتك عن ايه؟ طبقات عباره عن بيزل سيل بارابيزال سيل انترميديت سيل سكويما سيلز عندي في الاخر امدان ايه شادنج بيحصل لها نوع من انواع الوير اند تير حد عارف يعني وير اند تير على طول على طول انا بتجدد هنا ذا موست اكتف سيلز اوف ذا وات ار ذا سوبرفيشال ولا البيزل جنب الجنوب ار ذا بيزل سيلز واو شكرا الكلام ده صريح في المعمل شويه كمان دي طب وايه الاخبار يا دكتور محمد؟ حضرتك عندي الفكره ان محتاج حمايه بره البلبة عشان كده شايف بره البلبة في طبقة كيراتين عنيف سبتايز كلينس كيراتينايز كل ما تخش لجوه كل ما الدنيا تبقى ايه عندي أحم 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 وإيه بقى اللي بيحصل يا دكتور محمد؟ أهو ربنا خلق البني آدمين كده
بالفاجينا، وهذا الجزء عندي منين؟ من السيرفكس. اخباره ايه يا دكتور محمد؟ سيرتيفايد سكويرنس عندي نان ريكوجنايز اي بي سي دي. طب وبعدين يا دكتور محمد؟ وبعدين سعادتك هذا الجزء الداخلي من السيرفكس خلاص بقى بعيد عندي بقى يا دكتور. بتلاقي من فين؟ لا مثلا حاجات لسه مش محدده قوي يعني، تعالى تقول بتلاقي من هنا. انت بعيد عن العك اللي جاي من هنا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يخلي الخلايا بتاعت السيرفكس اخبارها ايه حضرتك عندي؟ كولامنر 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 للمنظر ده، سنجل ليج. بعد كده بقى في عندي نوعين من الابيثيريال، لو انت جامد تبقى جامد، تبقى طول. النوع ده اسمه ايه؟ اكترو سيرفكس. طب والنوع ده اسمه ايه حضرتك عندي؟ اندو سيرفكس. الاكترو سيرفكس على فكره مش مغالبه في كل البارت اللي في الفاجينا، مش مغالبه في كل بورش فاجينالس، الحته دي بس. لكن الاندو سيرفكس مغلف كل الاي كانال، مغلف حضرتك عندي كل السيرفايكال كانال زي ما انت شايف بالمنظر ده. طب ايه المشكله بقى يا دكتور محمد؟ المشكله حضرتك ان البنت وقت الولاده بتتولد كده. طب وايه الاخبار؟ الاخبار حضرتك عندي من ابتداء انا عندي من سن 12 13 14 سنه بتعرض لتغير اسمه ايه حضرتك عندي؟ بيوبرتي. طب وانت زباوت بيوبرتي يا دكتور محمد، ايه المشكلة؟ تعالى يا سيدي المشكلة. ان لما بيحصل عندي بيوبرتي بيطلع على الست هرمون عظيم اسمه ايه حضرتك عندي؟ استروجين. بالتحديد عندي اي 1 ولا اي 3؟ اي 2 استراديول. بيعمل ايه الاي 2 ده يا دكتور محمد؟ بيبتدي عندي يرسب جلايكوجين في الخلايا، يرسب جلايكوجين في الخلايا، يرسب جلايكوجين في الخلايا. يتخن الخلايا، يتخن الخلايا، يتخن الخلايا. طب ليه يا دكتور محمد بيتخن ويحط فيها جلايكوجين كتير؟ اثاري ان الفاجينا مليانه مين؟ اورجانيزمز. ليه يا دكتور محمد؟ علشان مرميه بره على الشارع، بتطلع على الشارع مليانه اورجانيزمز. بس دكتور كده تطلع لفوق يا دكتور هيحصل لي فيها بيحصل لي، مفيش. ربنا مخلي لك اورجانيزم اساسي هو المهيمن على كل دول. حد عارف اسمه ايه حضرتك؟ اسمه لاكتو اسيدو فلس بسلس. ايه يا دكتور اللاكتو اسيدو فلس بسلاي دي؟ ايه اللاكتو اسيدو فلس بسلاي دي؟ دي اكتشاف عالم قريبي الماني اسمه دودرلاين. دودرلاين تمام. اخبارها ايه دودرلاين بسلاي دي؟ هي المهيمنه على كل الاورجانيزمات، بتموت الباقي. بتموتهم عن طريق ان هي تعمل ايه؟ حاجه حلوه جدا. بتشتغل على هذا الجلايكوجين، ها؟ بايروبيك ولا انيروبيك؟ يا ولد بانيروبيك ميتابوليزم. لو اشتغل عليه بانيروبيك ميتابوليزم تطلع ايه؟ لاكتيك اسيد. طب لما تطلع لاكتيك اسيد تخلي البي اتش بتاعت الفاجينا اخبارها ايه؟ اسيدك. طب وليه يعني ما تبقى اسيدك يا دكتور البي اتش بتاعت الفاجينا؟ ايه الحلاوه بتاعت كده حضرتك عندي؟ ان اي اورجانيزم عندي هي ايه؟ هيتلسع ويموت. عشان كده تلاقي سبحان الله ان البنت عنده نظيفه وما فيهاش اي حاجه، ما بتديلهاش انفكشن الا في الهاني مون. يضيع الاسيديتي. ايوه. يسيب انت الراجل. طب وخد الحته دي، وليه الستات اكتر وقت بعرضه للانفكشن بوست منسترول؟ عشان دخل الدوره. قال خلاص بص يا ولاد الحته دي اسيدك والعب. اي حاجه تنزل عليها لازم تعديها. مين اللي جاي من بره لجوه؟ سيمن الكلاين. طب السيرفيكال جلاند سكريشن الكلاين. طيب الدم بتاع الدوره الكلاين. طب ميه الامنيوتيك فلويد عندي اللي بتنزل الكلاين. يبقى حضرتك الحته دي ولعه، اي حاجه ثانيه يعتبرها ايه؟ ماشي يا دكتور، سيستم جميل قوي، انت متضايق ليه؟ متضايق بقى علشان في هنا نوعين من الخلايا. في واحد هيستحمل الاسيديتي، واحد مش هيستحمل. خلصت الحصه. مين اللي هيستحمل يا دكتور محمد؟ الاكتو سيرفكس. مين اللي مش هيستحمل يا دكتور محمد؟ هذا كلامنا اللي بيصير. بس خلاص خلصت الحصه كده. ايه يا دكتور المشكله؟ المشكله حضرتك عندي في الحته دي، في هذه المنطقه اللي الاسيد عندي لاططها. لاطط مين؟ عارف المنطقه اللي بين السكويمس ايبيثيليوم وكولامنا ايبيثيليوم اللي بين الايكو سيرفيكس بنسميها ايه الجنكشن دي؟ ذا سكويمو كولامنر جنكشن. طب اخبار ايه السكويمو كولامنر جنكشن؟ هذه الاسيديتي تاذي جدا الخلايا الحمراء دي. طب ازاي الخلايا الحمراء تدافع عن نفسها؟ 42 سنه دخلت اولى حضانه اربع سنين، بقالي 38 سنه ماسك القلم.
الخلايا بتاع الجلد دي ازاي حملت نفسها؟ تحرشفت. يعني ايه تحرشفت؟ زودت عدد الايه؟ الخلايا. وهو ده اللي بيحصل. بيبتدي يحصل نوع من انواع الميتابليزيا. يعني ايه ميتابليزيا؟ تحول من حاجه لحاجه، تحول من كلامر الى مين؟ لسكويمس. طب انت بتحول هنا عندي، انت ليه مش ليه رسمهم منقطين كده يا دكتور؟ لان انا دلوقتي بتحول. لان انا دلوقتي اندرجوينج عندي مين؟ ذا تشينج. حصل لك تحول كامل ولا لسه؟ لا لسه. اندرجوينج تشينج على فكره ده بياخد سنين. ان انت تتحول من خليه لاخرى، ان يحصل لك ميتابوليزيا، دي ستيكس عندي تايم. الله. بس الزوم كده يا دكتور دي بقى غريبه. دي الخلايا اللي فيها جامد فيكم موت، اللي يقول لي هل هي خلايا كولامنر ولا هي خلايا سكويمس؟ اللي يقول لي ما جامد ولا دي ولا دي؟ دول الاثنين. اسمها ايه الزوم دي؟ ترانسفورميشن زون. الاسم الاحلى بتاع ترانزيشنال زون. برافو عليك. مرحله ترانزيت. ايه الاخبار يا جماعه؟ انا بتحول عندي من كولامنر لمين عندي؟ لسكويمس. على فكره الفتره دي الخلايا حساسه جدا. الفترة دي الخلايا اخبارها ايه؟ حسن. على فكرة لو شفت المنظر افتر وايل، لو شفته حضرتك المنظر بعد سنتين، هتلاقي ان الحتت دي اخبارها ايه؟ خلاص اتحولت خلاص. طب بتبقى المشكلة عندي ان هذه الاسيديتي تبتدي تنط الخلايا لمين؟ اللي فوقيها. الله. يعني ده خلاص يقلب عندي حضرتك ويقلب توتال سكويمس، والدور والجاي على مين بقى؟ على الدور الثالث والرابع اللي فوقيه. بعد ما ده يكمل عندي هيبتدي الثالث والرابع يتأثر عندي ويخش في مرحلة ايه عندي؟ ميتابليزيا. شوية ولما الميتابليزيا هنا تخلص هتخش على الدور الكام؟ الخام. عارف زي مين بالظبط؟ أنا بسميها حضرتك كأنك عندي جبت عمارة وبتبنيها. أما بتبني حضرتك العمارة، إيه الأخبار حضرتك عندي؟ بتروح عامل أول شداد خشب علشان تبني الدور الأول والتاني. طب وبعد ما بنيت الدور الأول والتاني؟ هتسيب شدات الخشب دي وهتبني فين حضرتك؟ في الدور الثالث والرابع. طب لما تبني الدور الثالث والرابع شدات الخشب هتبقى الخامس والسادس. انا عايز اوصلك لمعلومه، الترانسفورميشن زون ولا متحركه؟ ثابته ولا متحركه؟ متحركه دائما لايه؟ لاعلى. الله. يبقى الترانسفورميشن زون دي ما هي زون ثابته، امال اخبارها ايه؟ متحركه. في البدايه بتبتدي فين لو انت جامد؟ عند السكويمو كولامنر جونكشن. بعد كده اخبارها ايه؟ بتطلع لفوق بتطلع لفوق بتطلع لفوق. طب وايه المشكله يا دكتور في الترانسفورميشن زون؟ تعال نخلي المشهد الاولاني حضرتك، ان البنت جالها بلوغ 12 14 سنه، وايه الاخبار حضرتك عندي؟ بنت راس جدا بسرعه يفرق، ساكنه لبنان في التجمع الخامس، حياتي دي بنت وهميه. ابوها حضرتك من الناس الاقطاعيين بتوع زمان قوي، واتجوز حضرتك السكرتيره بتاعته، وطلع لها شعرها اكسجين وحط الجوجوب ارنمر وظبطها زي الفل، وايه الاخبار؟ دي دايما بقت مفر مشاكل بينهم. اللي يقول لها انت مش بنت ناس، انا زي ما جبتك بهدومك هرجعك تاني لابوكي في حاله فول واشكر بهدومك. ايه اللي حصل حضرتك عندي؟ خانقوا خانقوا. وايه اللي حصل؟ طلقوا. وايه الاخبار؟ البنت بقى عندها حضرتك 16 18 سنه، اخبارها ايه؟ مشيت في الشارع حضرتك، مشيت في الشارع ما بقتش عارفه ليها بيتي لمها. تروح لابوها تقول له بابا هات فلوس عشان درس، ده روح اتكل، روح لامك، وتروح لامها روح لابوكي هو اللي يصرف عليك مش انا. البنت سابت الفيلا وابتدت تمشي في الشوارع من ناس شارع الطيران وسابت ناس مش ده حضرتك مين حضرتك عندي اللي تلقفها حضرتك؟ لا الحلال حلال كتير ابيض بعدين يابا تعالى يا حبيبتي قلبي ايه اخبارك؟ طب اسرقني وماما سابتني؟ تعالى اما اشرب لك حاجه اصفر هتيجي كده انا هنقص كل اللي عامله. ودي بدايه عندي لحضرتك طريق الايه؟ الحلال. والراجل عندي لا بتبص سايقين قوي كده يا ولادي، ربنا قبل بالتوبه والله العظيم بتكلم بجد. وايه الاخبار؟ ولما حصل اللي حصل وتوالت الاحداث بقى انا هسيب حياتك المريض تمام؟ هما يبقى في انتر كورس اكان الواد قليل الادب وجاب لي فيروس اسمه مين؟ اتش بي في. وهذا الفيروس حضرتك اخباره ايه؟ وصل للخلايا دي راح لفين؟ بالترانسفورميشن زون. جه عندي حضرتك يهاجم البنت. للاسف الخلايا دي خلايا ما لهاش اصل. بيقول لها حضرتك هو انت حضرتك كولومنر؟ قالت لي انا مش كولومنر. طيب هو انت حضرتك سكويمس؟ لا انا مش مش سكويمس. الخليه دي ملهاش اصل. زي البنت المحترم بابا ولا انت بابا؟
هو بابا اللي خلف مولد ولا اللي كبر وربى؟ لا انا ما اعرفكيش. هو انت ماما؟ لا انا واحد ابوك يصرف عليك. خرب بيتك، الخلايا هنا تايهه، الخلايا هنا تايهه، الخلايا اللي انا رسمها مظلمه دي، يلا بقى نكون بسرعه بلا ملوخ. تعتبر سكوينا السل ولا كولامنا السل؟ مرحله ايه؟ ترانزيت، بقت فالنربل. ان لو جالها فيروس بيغير حضرتك الجينوم اللي موجود فيها ده اسمه اونكو فيروس، يحولها لمين؟ لتيومر. علشان كده حضرتك هو ده الباثوجينيسيس والباثوفيسيولوجي بتاع مين؟ بتاع القصه بتاعتنا. ان جالها هذا الفيروس حضرتك ودخل جوه الخلايا الاخباره ايه عندي؟ الفالنربل ده ايه؟ واستغل ان هي خلايا تايهه. لا هي عارفه هي سكويمس ولا عارفه هي كولامنر. امال في مرحله ايه؟ مرحله تحويل. زي ما انت تقول لمراتك على فكره انا شاريلك شقه هنا، الشقه هنا فين يا ابني؟ لسه ما خلصوش. بس بعد شويه هتلاقي الدور الاول والثاني عندي حضرتك كيندو. مين بقى اللي بره اللي بعديهم؟ بعد شويه اما تلاقي دور كيندو، مين عندي اللي بره اللي بعديهم؟ اي مين الترانسفورميشن زون ده حضرتك؟ دائما ثابته ولا متحركه؟ احسن سن ايه للصياعه واحسن سن ان يجي لي كانسر سيرفيس ايه؟ لو انت جاب سن صغير ولا سن كبير؟ قليل. والصياعه بتبتدي عن 18 سنه، يعني احنا عدينا المرحله دي خلاص. على فكره لو انت حاولت تنحرف دلوقتي مش هتعرف، دلوقتي تذاكر احسن. خلاص احلى. ليه احلى سن عندي الكانسر سيرفيس بدايته 18 سنه؟ اللي يجي بجانب. شكل الترانسفورميشن زون تحت. واحد هادو ذا برنس. طب الترانسفورميشن زون على سن عندي 26 بتبقى هان. طب على سن حضرتك عندي 36 بتبقى هان. طب وعلى سن حضرتك 60 بتبقى ايه؟ هلا طب معنى كده يا دكتور محمد ان الترانسفورميشن زون دي هيجي لها وقت وتاخذوا الرحم؟ النبي بلاش الخيال المريض. ما غالبا العيان هتموت قبل ما نوصل لخيالك المريض ده. يبقى احلى سن عندي للانحراف هو ايه؟ هو السن المبكر بالمنظر ده. بس انا مش عايزكم تتضايقوا من البنت دي. يلا بنت عقابها ايه؟ جنه ولا نار؟ وانا شايف ان هي بنت طايشه وانا اعذرها بحس ان دي ضحيه مجتمع. وطبعا ضحيه مجتمع خليك كده حنين. طب هي يا دكتور محمد ضحيه مجتمع؟ هي مش السبب. ده بابا ومامتها هم السبب اللي هي فيه. ايه يعني بنت تمرن؟ ما تقلقش مفيش مشاكل. مين رب العباد المطلع على الكون؟ ربنا سبحانه وتعالى. مش كده ربك سبحانه وتعالى ما يخليش يجي لها كانسر سيرفيس فجاه. طب ما يبتديه على اي فين؟ انترا ايبيثيليا نيوبليزيا. يخلي التيومر في البدايه يبقى فين؟ خلوي في الخلايا بس. وشايف الجمال بتاع الله سبحانه وتعالى كله يقول لا اله الا الله. ان يدي البنت فرصه. ايه يا دكتور الفرصه ده؟ هذا المرض عندي كود ريجريس. ده لو البنت ايه؟ تالت. سبحان الله. تعرف ان بقى كلير لوحده 85% without any interference just by the immune system. يبقى نتعلم من كده. مش مهم غلطه واحده يا اولاد، المهم انا هديكم تعمل، المهم التوبه النصوحه. او ممكن بس يا دكتور يعني انا بخرج مع اصحابي بس ما بقلش ادب ستيشنري. ماشي ستيشنري دكتور يعني مش لا حلو قوي. انا بقيت محتاج ما شاء الله بروجريسيف. يبقى انا عندي حضرتك ايه؟ ربنا فاتح لي باب التوبه. فتحه من كام سنه؟ فتحه من 5 ل 15. هتلاقي كتاب كاتب من 7 ل 10 سنين. فتحه من 5 ل 15 سنه. عارفه باب التوبه ده ايه؟ انت المرض ممكن يرجريس لو توبتي. ده بالميون سيستم والله يعمل كلينس على طول. ممكن يفضل ستيشنري وما يتطورش. ممكن يبروجريس. البروجريس من ايه؟ من سي اي ان 1 لسي اي ان 2 لسي اي ان 3. دكتور اسامه يعني ايه سي اي ان؟ يعني سيرفايكال او احنا في السيرفيس. انترا ايبيثيليال يعني ما زلت جوه الخلايا. نيوكليزيا انترا ايبيثيليال. شايف سي اي ان 1 انت في البيضه والسورد في الخلايا. شايف سي اي ان 2 انت اخذت عندي 2/3 من اللايرز. شايف سي اي ان 3 انت اخذت ايه عندي؟ سوبرفيشال لاير. لعلمك الحته دي اللي هيجاوبني عليها ب 50 جنيه ثلاثه النهارده. سي ان 1 2 البيزل ثيرد. سي ان 2 التو ثيرد. سي ان 3 وول ليرز. لعلمك ده مع اللوجيك ولا عكس اللوجيك؟ عكس اللوجيك. اللوجيك البينس هنا الهيومن جلوبال سنة يبقى ده سي ان 1 2 سي ان 1 2 اللي يقول لي ليه ابتديت بالبيزل سيلز يبقى جامد. بيكون ذي ار ذا موست اكتف سيلز. ما شاء الله عرفتوها ازاي؟ عشان انا قلتها في البدايه. تمام؟
ماشي ده لو موست اكتف عندي سيلز هي يبقى سي ان 1 يقلب سي ان 2 يقلب سي ان 3 كل ده اخبارها ايه؟ فرصه. اللي يقول لي فرصه لتاني يبقى جامد. فرصه حضرتك عندي نمره واحد للتوبه، واللي يقول لي التاني يبقى جامد قوي. فرصه للايه المبكر؟ للاكتشاف المبكر. برافو عليك برافو عليك. طب وايه مشكلتي يا دكتور محمد؟ مشكلتي ان اشهر سيمتوم عندي للسي اي ان اللي يقول لي يبقى جامد. اللي يقول لي اشهر سيمتوم عندي يبقى جامد. طب ليه ملوش اعراض؟ لان هو خلاص ملوش اعراض خالص. عارف لو جالك من البتاع ده شويه كونتاكت بليدنج يبقى ربنا بايه؟ بيحبك. انا جاي فاتك بيها تروح تمام؟ انا مع حضرتك ايه عندي؟ ملوش ايه الاخبار عندي؟ ملوش اعراض. طب وانا يا دكتور طب طالما ملوش اعراض يبقى العيانه هتجيلي ولا مش هتجيلي؟ انا اللي هروح لها. يعني ايه بقى انا اللي هروح لها؟ اللي جاي اللي بيقول سكرينينج. برافو عليك. انا بروح لها يا ابني في الشارع هتربيت. شغلانتنا شغلانتنا ماشي تمام. بره ليهم عيادات، بره هم الناس علشان مثقفين ليهم عيادات اسمها ايه كلينك لو الجانب يقول لي. فينيريال كلينك علاج علاجات الامراض التناسليه والحاجات دي. ده بره بيبقوا عارفين ما شاء الله، والبنات من صغرهم ده درس صف ابتدائي. وعلمهم يعني ايه سيف ساكس، وعلمهم يا كوندوم، ويعلموا الام فاكسينيشن من سن 9 لسن 27، يعلموهم حضرتك حاجات كتير قوي تمام؟ ماشي؟ سكريننج المفروض هي اللي تجي لنا في عيادة اسمها فينيريال كلينك. او انا اللي انشر هي ليه التوعيه عندي علشان عايز اكتشف مبكرا. واي ام ستيل ان مرحله ايه عندي؟ سي ان. بيفور ان ابقى عندي مرحله ايه بقى الدرس الوحش اللي بعديه؟ انفيج. قبل ما اعمل انفيجن البيسمنت ايه؟ طب السكريننج ده يا دكتور محمد هتعمله ازاي؟ والله بيقول لك السكريننج ده له شروط. ينفع اخد بايوبسي؟ نو يو ار سو انفيزيف. ينفع حضرتك احط لها عندي نقطتين محلول واشوف الخلايا تاخدهم ولا لا وارجع ابص عليها بعد اسبوع؟ نو يو ار تايم كونسيومينج. ينفع حضرتك عندي اعمل لها حضرتك ام ار اي؟ نو يو ار سو اكسبنسيف. اللي يقول لي ايه شروط السكريننج يبقى جامد. يبقى حضرتك عندي تبقى شيب نون انفيزيف شورت تايم دازنت كونسيوم تايم. والحاجه الرابعه تبقى ايه؟ ريلايبل اعتد بيك. والله كتر خيرها البنت ايريس. ايريس دي عبقريه. الله اعلم هي بنت ولا ولد، عايشه ولا ميته، ولا الاسم ده حقيقي ولا ايه؟ عملت حته خشبه. خشبه غاليه ولا رخيصه؟ رخيصه 15 قرش. وعملتها كده من فوق زي عظمة الكلب كده عاملة زي الفيمر. اللي يقول لي دي يبقى جامد. وأكتر حتة أنا خايف منها زون اسمها إيه؟ ترانسفورميشن زون. بتبقى موجودة فين؟ هنا. فده يخش كده يحتضن هذه الزون وألفه كام درجة لو أنت جامد؟ 360 درجة. لو أنت كده حضرتك وألفه كده دور داير باي دور 360 درجة. تاخد شوية خلايا تحطهم على مين؟ على سلايد وتبص عليهم حضرتك عندك. طب دكتور بس الحضن كده ده هياخد خلايا منين بس؟ من الاكتو سيرفيس. امال لو في حاجه من الاندو سيرفيس يا ترى ازاي نوصل له؟ يا ترى ازاي نوصل له؟ عملوا لنا دي اسمها سايتو براش. عايزها تمر عليك كلكم. دي زي اللي بنسلك بيها البلاليع موجوده عندنا في البيوت كلنا في الحمام. تخش كده حضرتك عندي علشان ايه؟ تاخد خلايا منين؟ من الاندو سيرفيس. برافو عليك برافو عليك. الحاجات دي يا اولاد مكلفه ولا لا؟ بيرفعوا عليكم تمام؟ الحاجات دي مكلفه ولا لا؟ مكلفه خالص. طب بس يا دكتور عندي انت بتاخد بايوبسي ولا مجرد مسح؟ طب بيقول لي يعني ايه مسح يبقى جامد؟ تاخد سيتولوجي خلايا. الاخ حضرتك اللي اسمه الاب نيكولاس ده عبقري. اب نيكولاي راجل امريكي. الاب نيكولاس اللي اختصروا اسمه بكلمه ايه؟ قلق تمام؟ لما تاخد هذه الخلايا عندي لما تيجي تقول الخلايا دي حضرتك اخبارها ايه عندي؟ فيها سرطان ولا ما فيهاش سرطان كده؟ الكلام ده مش محدد. سرطان اتميز ان انا لازم ايه لو انت جامد؟ لازم اخد ايه؟ بايوبسي. اي ماست ايه عندي؟ بايوبسي. يلا هي راحت عند مين؟ وصلت عندك؟ اخدت شويه خلايا؟ بصيت عليهم تحت الميكروسكوب؟ شكلهم عملت داخلك كده؟ شكلهم مش قد كده؟ يلا حضرتك عم طالما شبكه خدي ايه بقى المرحله الثانيه؟ بايوبسي. ابقي ميت مين؟ ابقي قابليني لو عرفت تاخد بايوبسي. اللي يقول لي ليه عبقري؟ هتاخد بايوبسي منين؟ هو انت شايف حاجه اصلا؟ ده السرطان ما زال جوه الايه؟ جوه الخلايا. جوه الخلايا.
اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه والسرطان جوه الخلايا ومش باين ومش عارف اخد منين. ما تيجي نبينه، ما تيجي نكبره، ما تيجي نعمل سكوب. يا ترى بقى اسمه لابروسكوب ولا هيستروسكوب؟ كولبوسكوب. يعني ايه يا دكتور محمد عندي كولبوسكوب؟ كولبوس ذا اورجن اوف كويتوس ويتش از كولد ذا فاجينا. عشان كده الكولبوسكوب ده عباره عن ايه؟ شايف الكاميرا بتاعت المحترفين دي؟ انا عندي ترايبون، بحب اعمل الترايب بتاع ده اللي هم ثلاثه كده حضرتك موجودين، تحط الكاميرا علينا. تلاقي اليابانيين بقى بيصوروا صفحه القناه وبتاع، اهي موجوده عندك اهي تمام الكاميرا دي. يقول لك مارك الست قاعده هنا في الانتم بوزيشن، يقول لك مارك عمال تكبر الصوره تكبر الصوره تكبر الصوره 20 ضعف، وتشوف الواو فين وتاخد منها ايه حضرتك عندي؟ عينه. وتحمد الله لو طلع من السرطان ايه؟ اللي جنبي يقول نط ايه؟ نط انفيدنج ذا بيسمنت ممبرين. لان لو نط انفيدنج ذا بيسمنت ممبرين اي هاف دايجنوز ايت ايرلي. طب وات ذا ريورد؟ المكافاه الجايزه ان انا شخصت حضرتك بدري. على فكره ده سرطان بس انا شخصته فين؟ في الانسان. اي كود جاست ريموف ذا ابيتيز. الجايزة والمفاجأة عندي ان التريتمنت عندي اي كود جاست حضرتك اعمل لوكال ريموفال او لوكال ديستركشن حضرتك لمين عندي؟ للابيثيليوم. ايه يا دكتور انت بتتعامل على فكرك هتشيل الرحم وبتاع؟ لا 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 ده هحرقه، ده هحلقه، ده هدمره واحتفظ بالعده كلها. ليه يا دكتور محمد؟ لان البنت انحرفت عند كام سنه؟ عند 18 سنه. طب اديها بقى 5 ل 15 سنه، هيجي لها السي اي قد عند كام سنه؟ 28 سنه. ايه رايك في السن ده؟ سن الايه؟ سن الجواز والحمل. تشلها حضرتك الرحم وتمنع حضرتك من الخلفه؟ هقول لها حبيبه قلبي مكافاه ليكي ان انت جيتي لي بدري وشخصتك بدري، هشيل بس الجسمين. هتقول لك بجد يا دكتور يعني ينفع اتجوز واحمد؟ ما هو ده هدف الدرس كله ان انا اعمل لوكال تريت. الحمد لله انت جيتي لي قبل ما بقى ايه حضرتك عندي انفيز وتتجوز وغالبا هتبقى تعجب بمين وهتتجوزه؟ غالبا الدكتور اللي بيعالجها. تمام؟ ماشي مفيش مشاكل. انت هتتجوز واحده شايلها مين بس عندي؟ الابيثيليا. وساعتها ينفع تتجوز وتحمل وتقول تكون قشطه ولا لا؟ مين الدرس الوحش؟ ليه الانفيزيف كانسر سيرفيس ده سؤال؟ وات از مانت باي انفيزيف؟ ان انت عملت انفيجن لمين؟ وانس عملت انفيجن بيسمس ممبرين دخلت هنا الاستروما، وات ذا كارثه؟ طب وانس دخلت عندي الليمفاتكس، وات ذا كارثه؟ الانتشار. الليمفاتكس مينز سيستميك ديزيز. ويبقى عقبها ان حضرتك مش بس جراحه صعبه، حد فاكر الجراحه الصعبه اسمها ايه؟ بيرتاين. او ممكن البديل بتاعها تتعرض لايه صعب؟ لاشعه صح. فهي دي المنظومة عبارة عن ايه؟ عبارة عن حدوتة حلوة. الحدوتة الحلوة دي بقى تعالوا نقراها معانا ونمشي. قشطة خير انا مش قبل اتنين الحمد لله. نقرا كتاب كتابها متفرقة. طب شايف كتابها متفرقة ازاي؟ كاتب الحدوتة هات صفحة 119؟ نعم هات صفحة 119؟ نعم؟ 219؟ شايف 219 ده الانفيزيف كانسر سيرفيس صح؟ ده الانفيزيف كانسر سيرفيس سبحان الله صح ولا لا؟ برافو عليك. شايف ال 200 وكام؟ وريني كده نص ايوه كانسر سيرفيس يس الله ايه ده؟ زي ما انا قلت صح 219 برافو عليك 219 يعني 219 الحته دي الفسيولوجي والبيتيولوجي 22 تعالوا نروح بسرعه يلا بينا ونعمل في حسابنا ان الشباب تعبانه الشباب صحى الساعه 6 في ويك اند انا عمال افكر ماما طبخه ايه النهارده فكل ده في الليل. تعالى هنا حضرتك عندي على البنات بتعرف تطبخ ولا لا؟ ماشي رواق باللحمه المفرومه مكرونه بالفرن حمام محشي فريك ده بتهربه. طب لو قلت لك ان ده السبب الاساسي للجواز علمني بقى طريق بقى تعلم الولاد حاجه
وانس الضيوف لفطرتك البيت حطها في اختبار تافه. ايه اتفه اكله واصعب اكله ممكن تقع فيها؟ الرز. بيعجن ضيحه. ده المينيمم الكربوهيدرات اللي عايش فيه مش عارف تاكل رز. ماشي تمام عادي، هو بس تطلب بس حل الرز عندي وخلاص. ماشي يا راجل، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. او يطلع ماشي طبعا، انت بتحسسني بالمرضيه. هيتاكل مفيش حل. ولعلمك ولازم يتاكل وتبين الايه؟ انا في يوم مرات ايام ثانيه خطيبتي عشان ما شاء الله متدينه جدا وبتاع، الخميس المحشوم. وانا خميس خلصنا الشغل في المستشفى، انا واصحابي وانا بغدى بره الساعه 4، انا بدب الفرخ على الف كده، بس الفرخه دي تصبح 5 وربع، هي طالعه لنام ربع ساعه. رحت لها اعمل ايه بقى؟ اكلت؟ لا لا لا، عملت نفسي كده وتقدم لي الاكل وحشين وحشين، وتقول لي مال وشك بيحمر. لا مش عارف، انت بتستخدم اكتر من دي عادي، والاكل لذيذ ما شاء الله. وبعدين تغطي في كمان، في كمان يلا ربنا يسلمك. تعالى بقى احنا قلنا صفحه كام؟ 219. كويس، هتلاقي مكتوب فيه اوفر فيو. اوفر فيو عايز يوصلك لمعلومه واحده، هي ايه هي الواحده دي؟ ان الكانسر سيرفكس كان زمان السرطان نمرة واحد. قال لي اليومين دول، طب ليه كان زمان نمرة واحد ودلوقتي قل؟ هل زمان كانوا قلالات الادب ودلوقتي احنا محترمين؟ لا. حضرتك اللي قللوا واحد السكريننج، اثنين الكوندومز اللي يقول لي ثلاثة بجامد، روتين اتش بي فاكسين اليو اس اي واللي بيدعوا بيها جميع بلاد العالم دلوقتي. فالصفحه الاولانيه دي بيقول لك ان سي ام قل، وقال لك قل بقى في المرتبه الثانيه بعكس ما انا قلت، مش انا قلت بقى في المرتبه الثالثه؟ لا بقى في المرتبه الثانيه. امال مين نمره واحد؟ انجلينجي ومين نمره ثلاثه؟ الاوبرايين. دكتور بس انت قلت عكس كده في السكين، قلت ان بقى نمره ثلاثه. بيني وبينك لو انا حصل بيني وبين الكتاب لخبطه، يبقى مين الصح؟ الكتاب ده الامتحان، بس الحاجه اللي انا بقولها. الكانسر سيرفيس عندنا في المستشفى بنشتغل 3 حالات بس في السنه، ما عدناش بنشوفه. امال مين اللي بقينا نشوفه كتير 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 كتير؟ السي اي ام. بقينا نشخصه بدري. فهو حضرتك المرتبه الثالثه دي هو كاتب لك السي اي ام والانفيزيف كانسر سيرفيس. هو المفروض السي اي ام بس، انفيزيف كانسر سيرفيس ده حاجه خايبه قوي. بس هو كاتب الكانسر سيرفيس بقى نمره 2 على راس، على راس من فوق. لكن شوف الحقيقه، ما عدناش بنشوف كانسر سيرفكس. امال مين اللي بقينا نشوفه بكثره 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 بكثره؟ سي ام ديو تو ذا ايرلي. حضرتك عندي دايجنوز. طب ليه قلبيه يا دكتور محمد؟ واحد ذا موست عندي، يعني ايه جود؟ يعني ذا بيست، ذا بيست بروجرام، ذا بيست سكريننج بروجرام هاف ايفر بوت ان ذا وورلد. احسن من الكانسر بريست. كانسر بريست ما زال موجود، كانسر سيرفكس اختفى من العالم، ما بقاش موجود غير في الدول المتخلفه. اللوسر شكلاس عشان مش فاهمين الكلام ده تمام. وعلشان ايه تاني يا دكتور محمد؟ وعلشان انتشار الكوندومز، ولو ان مش بتدي حمايه 100% زي ما الناس متخيله، مش بتدي 100% حمايه. طب والحاجه الثالثه ايه يا دكتور محمد عندي؟ علشان الفاكسينيشن، الفاكسين. طب يا دكتور محمد ولو قلبنا الصفحه هتلاقيه كاتب فوق ايه حضرتك في صفحه 220؟ كاتب الفسيولوجي اللي انا بقوله ده. شوف قصة اختصار الترانس مختصرة في 4 اسطر. إن في حاجة هنا اسمها سكرونوكولامر جنكشن. بتبقى حضرتك عند سن 16 18 مدلدلة هنا بينا بره على الإكتو سيرفكس، اسمها ترانسفورميشن زون. وفجأة يقول لك هتتعرض للحموضة بتاعت، وما يقولكش القصة جت من إيه. اعتاد البنت وقت البلوغ الاستروجين بيجي يرسب جلايكوجين عندي في الفاجينا، ولما يترسب الجلايكوجين تيجي تو ذا لاين باسيلاي اللاكتوس بيبلس باسيلس شغل انيروبيك ميتابليز تعمل اسيديتي، الخلايا كلها ما بتستحملهاش يبتدي يحصل لها ميتابليزيا. النهارده انا بشوفها بتتغير، اكيد بعد سنتين هتتغير فعلا. يعني دي بعد سنتين هتقلب ايه؟ سكوينس. خش على بعديها. دي بعد سنتين هتقلب ايه؟ سكوينس. دي بعد سنتين. مين اللي فالنبل؟ انت خلايا تبقى فالنربل، طب هتبقى كولامنر ولا سكويمس؟ انت بلاستيك. المرحله الوسطيه، البنت الثانيه اللي مش لاقيها لا اب ولا ام. مرحله الميتابليزيا.
ساعتها بقى ايه تتلط بسيرتن ايه اتيولوجي. طب ايه الاتيولوجي ده يا دكتور؟ زي ما الكانسر حضرتك الاندوميتريوم حطيته في ثلاث كلمات، الكانسر سيرفيكس برضه حضرتك احطه في ايه عندي ثلاث كلمات. على فكره عشان اعمل لك كانسر سيرفيكس، كانسر اندوميتريوم، كانسر اوفري كله بصفحه بالعرض. شوف 80 صفحه اللي احنا فيهم دول انا بقول لك في حصه بصفحتين كلهم ورا بعض كده. طب حد فاكر الكانسر اندوميتريوم كان ايه الثلاث حاجات بتوعه؟ كان اندو بوز هايبر استروجينيميا، كان مصادر للاستروجين، كان حضرتك سيرتن سندروم اسمه كانسر كورفوس تريال. طب هنا يا دكتور محمد ايه الثلاث حاجات البيثولوجي بتاعي؟ نمرة واحد سكشوال اكتيفيتي. It is related to sex. اكتر من الناس بيقولوا كانسر سيرفيس از سكشوال ترانسميتد ديزيز. ايه رايك؟ اه ليه سكشوال ترانسميتد؟ لانه بيتم بالفيروس اللي اسمه ايه؟ اتش بي في. وتاني حاجه حضرتك هي مين؟ الفيروس. على فكره اي فيروس بيحول عندي من التهاب لسرطان بنسميه ايه؟ اونكو فيروس. طب وتالت حاجه ايه يا دكتور محمد؟ وتالت حاجه عندي السموكينج، التدخين ضار جدا حضرتك للصحه. طب عليك انا بنت صحيح، بنت صحيح دي غلبت الوقت كده تخيله كده وقت على المواصل كده انا فاكر مش كلهم سوا ها؟ احسن اروح البيت الاقي عمته جالها كانسر سيرفكس بتاع وليك الماضي وليك افهمها حتى كاتبها ابن الذين في اخر الصفحه. ايه اللي اخر الصفحه في الصفحه؟ يقول لك مش كلهم صيع ومش كلهم ريليتد ان بي، مش كلهم ريليتد للهيومن بلو فايروس. لعلمك دي افتكاسه من كتابكم، دي افتكاسه احنا اللي عملناها كدكاتره علماء الفهم ومشخص على كانسر سيرفكس ونخش عملنا اتش بي. زي مسؤولين اسمه ايه ده اللي كان متجوز كاثرين زيفر جونز ده اسمه ايه؟ مايكل دوغلاس قال كانسر ثروت اتش بي في. تمام؟ فاحنا بنحاول ايه لما شخص واحد عندها كانسر سيرفيس وجوزها يخش عملت قمر اسود اتش بي في. طب انا محترم من البيت للجامع من الدرس. طب ده جالك من ايه؟ ده بنت ليك المره. مش كده احنا بنعمل ايه؟ احنا حرام عليك الاخت اللي متجوزه من ضيفه ده هو حضرتك في اسباب اخرى جيناتك بريديتور مايند وحاجات احنا ما نعرفهاش. الله اعلم. ماشي يا دكتور محمد. سكشوال اكتيفيتي يلا اديني الكاركترز بتاعت السكشوال اكتيفيتي. يا ريت يا ريت يا ريت تعالى نشيل بابا والمجتمع والماما دول تمام اللي قاعد عندي والمجتمع الظالم تمام ماشي اوكي مش كده البنت دي ضحيه. يا ريت السكشوال اكتيفيتي البنت تبتديها عن 18 سنه ولا 25 سنه ولا 40 سنه؟ عايز ساعه مبكره. يا ريت حضرتك 18 يير كل ما يبقى ايرلي سكس كل ما يبقى احسن. اللي يقول لي يبقى جامد. ترانسفورميشن زون من البلاني. هي نزلاني مش انا اللي هطلع لها. ترانسفورميشن زون ثابته ولا متحركه؟ دائما الى اعلى. ويا ريت حضرتك السكشوال اكتيفيتي دي مش مع واحد بس، طب حضرتك مع ايه؟ مالتيبل بارتنرز الكثيرون، كل واحد بقى يخش بالمجهود بتاعه، كل واحد يخش حضرتك بالفيروس، اصل في 16 و18 و31 و33 و35 و35 انا عندي كام اتش بي في فيروس في العالم؟ 100 ده 100 ده كان امبارح 110 النهارده كلهم عمالين يزيدوا تمام؟ فاما ازود الجموع ازود الطابور احتماليه الانكو فيروس دي عندي مين تزيد؟ هذه الثالثة. ويا ريت العيال قلالات الأدب دول يبقى سيركمسايزد ولا نون سيركمسايزد؟ ليه بقى؟ ليه نون عندي سيركمسايزد؟ أنت عارف إيه فايدة السيركمسيجن عندي؟ إيه فايدة السيركمسيجن عندي للراجل؟ أتاري إن في هنا بيلد اسمه 4A سكين بروبيوس اللي إحنا اتأمرنا في ديننا إن إحنا إيه نشيله. ليه اتأمرنا إن إحنا نشيله؟ لان حضرتك اما بيحصل يورينيشن تبول شويه دول بيتبقوا هنا ابيثيليوم بيشد شويه ابيثيليوم بيتشد هنا بيحصل ايجيكوليشن شويه سيمن عندي بيتحط هنا كل هذا الخليط القذري ما اعرفش خدتوا الاسم ده قبل كده ولا اسمه سميجما. سميجما ده اونكوجينيك ده خليط معفن اللي هو عباره عن بواقي بواقي يورينيشن على بواقي السكورمينتد ابيثيليوم على بواقي حضرتك السيمن اسمه سيمن لا اسمه سميجما السيمن. طب واخباره ايه حضرتك عندي؟ اونكوجينيك برضو. علشان كده حضرتك الحمد لله دي اسمها ايه بالعربي؟ الطهاره. تبقى طاهر تبقى نظيف طهاره. الحمد لله ان كل المجتمعات على فكره مسلمز بس ولا مسلم وكريستيانز؟ مسلم وكريستيانز
كريستيان مصر كريستيان الخارج لا اللي بيعملوا طوارئ اساسا في العالم هم المسلمز والجوش اميجا يعني انت لو ليك اخ بره او حاجه ولادها مين اللي يطيرهم؟ قالوا الدكتور يهودي هم عندهم طوارئ حتى بتخش مطعم فين الاكل الحلال؟ يا مسلم يا جوش اللي بيسموه جوشر فود جوشر حتى في الطياره اللي يقول لك ميتر فيش معظمهم بيقول ايه؟ فيش جوشر فود يقول لك انت يهودي ماشي مش شرط الاصل برضه مفيش مشاكل تمام؟ احمد الله ان المسلمين والمسيحيون مصر حضرتك كلهم بيعملوا طهاره الحمد لله لان السمجمه دي حضرتك شوف البنت بقى الساعه مبكره مع الكثيرون والكثيرون ويا سلام لو نون سيركمسايز ليه يا دكتور محمد؟ الموضوع له علاقه بقى ان الشباب دول هيدخلوا فيروسات كان زمان مين المتهم الاساسي؟ كان المتهم الاساسي زمان هيربس سيمبلكس فايروس حد عارف هيربس سيمبلكس فايروس؟ حد عارف السنه الثالثه لما جينا كده عند الصوره اختفى خط كده وقال لك مرفوض وطيقان مرتاحته تايب 2 كان بيتكلم عن هيربس سيمبلكس فايروس تايب كام؟ تايب 2 ده انت قديم قوي ده الان المتهم حضرتك عندي هيومن ده كلهم الراجل اللي اكتشف الفاكسين الراجل اللي اكتشف العلاقه اخذ جائزه ايه؟ جايزة نوبل مش فاكر بقى 2009 او 2011 مش فاكر وحديثا قال لك غير ال اتش بي في في مين كمان؟ اتش اي بي برافو عليك طب يلا نمسك واحد ورا الثاني يوم اوف اللون فايروس كم نوع زي ما اتفقنا؟ 100 100 نوع في منه انواع اي كلام؟ في منه انواع ايه يا دكتور الانواع اي كلام عند حضرتك؟ نمره 6 ونمره 11 دول بيعملوا انفكشن دول اللي بيعملوا حضرتك اسمها حاجه اسمها كوندايلوما كوندايلوما لاتم يا عزال اللاتم ولا كوندايلوما اكيومناتم؟ ولا انتوا ما تقريبا ده اسمهاش الفيروس بس خطر طب كوندايلوما لاتم دي بتاعت مين؟ هي ولاد السيفلس ايوه ذكريات ايوه مره انسان يا روحي انا اطول من ايه ولا ايه؟ تمام 6 و11 ده بتاع غوص وانا اللي هقول شابتر الانفكشن شكله هيبقى سهل مذاكرين بكتيريا ربنا يستر سموها يا دكتور بورس الصمتات دي اما ندرسها اسمها كوندايلوما مش لاتم اكيوميناتم كوندايلوما اكيوميناتم اللي هي الصمت اللي هي الورد بورس تطلع في رجلينا من تحت تسع ساعات في رجلينا امال مين بقى يا دكتور اللي بيجيب بجد البلاوي دي؟ لا مش 6 11 16 و18 بالاساس اسوء اثنين 16 و18 16 ده تقريبا 70% 18 ده تقريبا 25% واخرون واخرون كثيرون يعني بص هتلاقي 16 18 31 33 35 مش عارف بقى 45 يا لهوي 4 58 ويشاء الرب العليم والله سبحان الله الصدفه ما تلعب دورها بص شاف هتصل بيا على رقم تليفوني 010 16 18 31 33 سبحان الله سبحان الله كانت مصدقين حد عاوز النمره دي وسيله بس عشان احفظها لو كل سنه اقول لكم الكلام ده احفظه في اليوم وتتصل بيا تلاقي ايه يا ولد؟ ايوه احنا يوم ما كنا خير على الكمبيوتر انا كنت عايز اغير في السيمي بس انا اتصلت ايه يا ولد؟ تمام اي اتجاه يلا نسلي نفسنا ورانا حاجه يلا ف 6 و 11 انفكشن 16 و 18 هم مين؟ هم الانكوجينيك بالذات هما دول حضرتك اللي بيخشوا يغيروا الجينوم بتاع الدي ان ايه ويغيروا حضرتك من طبيعه مين؟ من طبيعه هذه الخلايا عندي. 70 كاتب لك 40 ل 70% ارقام كتير قوي. احفظ الاساس 16 و 18 ب 25% مش اكتر من كده بس هو ده الاساس. طب دكتور خلاص امنت بالله الهيومن لو انت امنت بالله الهيومن بلوما فايروس هو الاساس يبقى احسن اختراع عملوه الامريكان الاربع سنين اللي فاتوا فاكسين ايه؟ مشكله كانسر سيرم السكري عمال يقول لك كلام بتاع كوميونتي بتاع سنه رابعه ده بتاع حاجه اسمها برايمري بريفنشن بتاع حاجه اسمها سكندري بريفنشن بتاع حاجه اسمها ثيرد بريفنشن فالكانسر سيرفيس برايمري بريفنشن من المنبع من الاساس برافو عليك طيب امال ايه الهربس سيمبلكس تايب 2 فيروس؟ بص اسوشيشن مش قد كده، كلام قديم.
هما ليه اتش اي بي ده يا دكتور؟ والله الهيومن نيوتروبيك فايروس ده فكرته ان هو بيقلل ايه؟ الهيومن فاكر كان اسمها كايه؟ كابوسي؟ طب من ضمن اولا هو بيقلل الاميونتي فده بيطلع من ضمن بقيه السرطانات على فكره له علاقه جامده جدا بالمناعه. انا بقول لك 85% ممكن يرجرس سبحان الله ده علاقه جامده جدا بالاميونتي. لو جبت لي اتش اي بي هتقلل لي الاميونتي ده اول حاجه. ثاني حاجه الاتش اي بي مش مهتم بشكل مباشر ده اللي بتعمل قله الادب غالبا هيجي لها اتش اي بي ومعاه مين؟ اتش اي بي يعني بس مش يعني ده الـ HIV ده له كلمتين سر. نمرة واحد بيقلل الاميونتي ونمرة اثنين هتلاقي associated مع other sexual transmitted disease على رأسها الـ HIV طبعا. ماشي. مالناش دعوة. احنا نعتبر high risk ولا low risk population؟ لا اعتقد ان احنا مختارين لا احنا low risk low risk low risk population. طب ايه علاقة السجاير دي؟ ها؟ سجاير اكبر ايه؟ ايوه صح كده. السجاير المواد المسرطنه حوالي 249 ماده كارسينوجينيك بتنزل في الميوكس ممبرينز. ما ده برضه اسمه ايه؟ ميوكس ممبرين. مش كده المواد المسرطنه دي بتنزل في الميوكس ممبرين في الجسم كله ايفن ذا ميوكس ممبرين وده ايه؟ وده سيرفكس. اخوان المعلومه دي السجاير بتزود سرطان وبتقلل سرطان. بتزود مين؟ بتقلل مين؟ الاندوميتريال كارسينوما. ليه حضرتك؟ ايه مشكله السجاير؟ لا لو رحت يا اولاد في اجازه نص سنه سافرت شرم الشيخ وغردقه وشفت الاجانب هتبقى مرارة على سن 18 سنه. على سن 35 تلاقي الاجنبيه من دون كرمشه والشاب كرمشه. ليه؟ بيشرب السجاير بيعجزوا بدري. يقول لك السجاير اسمهم حريقات الاستروجين، استروجين بيرنرز. والاستروجين ده مهم للهالتنس بتاع الكولاجين والكلام ده تمام؟ عشان كده يعني ايه استروجين بيرنرز؟ يعني ايه حركات الاستروجين؟ يعني مرض الكانسر اندوميتريك اللي معتمد على الاستروجين السجاير بتحرق الاستروجين. فالسجاير اذا غلط اللي مكتوب على العلبه، مكتوب عليها السجاير ايه جدا للصحه؟ ضاره جدا للصحه، ده مفيده جدا للصحه. ده تحميني من مرض في الجينه ومرض في الحمل، اللي يقولوا بيبقى جامد، بس دي لا مش عارف. في الحوامل اللي بيشربوا سجاير ما بيجيلهمش بريكلانسي. في النساء بيشربوا سجاير ما بيجيلهمش كانسر ايه؟ اندوميتريوم. سبحان الله. حركات الاستروجين. كتبتها كأن دي كتبت عندي ان السجاير بتزود عندي الكانسر اكتب but decreases cancer endometrium. واكتب تحتيها حضرتك عندي استروجين بيرنرز. استروجين ايه حضرتك عندي؟ بيرنرز احرقه. يلا علشان نسمرايز كل الكلام ده. وايه اللي حصل؟ وللاسف البنت انجرفت عندي لطريق الخطا. سكشوال اكتيفيتي اونكوفيروسز ابتدت البنت قالت الادب تشرب سجاير ما حدش جاب سيره الشيشه ولغايه دلوقتي تشرب سجاير. وايه اللي حصل يا دكتور؟ ابتدى يحصل عندي تغيرات حضرتك عندي في الخلايا. يلا يا ولاد علشان 10 دقايق دول ونمشي. ده تحصل مرة خلايا، تغيرات في الخلايا. عارف التغيرات اللي حصلت في الخلايا دي؟ خلايا كانت تيبيكال الخلايا اللي انت عارفها ولا انتيبيكال؟ مش كده لو قريت اول اربع سطور في السي اي ام هتلاقي بيوصف لك عندي في الشابتر ده يعني اتيبيا، الكلام اللي انت عارفه. لما اقول عارف حاجه ارخص. قول لي يعني ايه سلمر اتيبيا؟ يعني ايه اركتكشر اتيبيا؟ يعني ايه سلمر اتيبيا؟ النيوكليوس اخباره ايه؟ كبرت. السيتوبلازم اخباره ايه؟ قال النيوكلر على السيتوبلازم كريش اخباره ايه عندي؟ زاد. اخبار النيوكلس بقت دارك وكروماتيك هايبر كروماتيك واي دي ان ايه كتير مايتوتيك فيجرز كتير. النيوكلس بقى النيوكلر ممبرين عندي ثيك وارجلر مايتوتيك فيجرز كتير تكاثر عندي كتير. يا نهار اسود النايل. اما اجي ابص عندي الاقي اللي تحت بقى فوق واللي فوق بقى في الوسط مستجابين على السقف والنجف في البدروم دي اسمها سيلولر ولا اسمها اركتكشر؟ اركتكشر لوس اوف ايه؟ لوس اوف بولاريتي. طب يا دكتور اللوس اوف بولاريتي دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن مراحل سي ان 1 تلت سي ان 2 تلتين سي ان 3 ذا هول. ولعلمك ده لوجيك ولا عكس اللوجيك؟ حد كتب التفسير جنبها؟ حد كتب انتوا جبتوا بقى الشابتر السي اي ام يلا علشان نخلصه دقيقه ونمشي؟ حد كتب التفسير؟
والتفسير ليه ببتدي من هنا لهنا؟ because the beta is God. رجعنا للشابتر الثاني يلا بينا عشان نخلص. صح كام؟ 109 يلا 209 يلا 205 حد يزود انا عارف ان هو 200 لو بعدين بقى 200 وكام؟ 205 205 برافو عليك. شايف حضرتك؟ كاتب لك الاول اربع سطور يعني ايه اكيد بي ار؟ يعني ايه خلايا اكيد بي ار؟ وبعدين بعد كده قال لك سي اي ان 1 سي اي ان 2 سي اي ان مين حضرتك 3 تلت تلتين تلت تلات اكتب بقى اصل انت لما تروح حبيبي الحصه الجايه تقول لي كده دكتور مش الهدف التبينس هنا مش وصول ابقى هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين ابقى انفيزيف ولا لا حبيبي ذا موست كتبت بقى ذا موست اكتف سيلز اوف ذا بيزر سيلز دايت ميلي وبعدين التلت اللي بعديه وبعدين التلت الاخير ولما كده كلها تكملي المرحله اللي بعد كده انك تعمل ايه للبيزمنت ممبرين؟ انفيجن عندي للايه عندي؟ للبيزمنت ممبرين. ماشي يا دكتور محمد جالي هذا السرطان عندي حضرتك بالمنظر ده لو انت جنبيه حاجه مهمه قوي اكتب جنبيه حضرتك ان هو از يوجوالي مالتي فوكال. يعني ايه مالتي فوكال؟ يعني لو بصيت في السيرفيس ده هلاقي فوكس هنا ولا ممكن الاقي فوكس هنا وهنا وهنا؟ طب ليه مالتي فوكال دي تفرق معايا؟ عشان انا اعمل مسحه لازم تبقى كام درجه؟ 360 درجه لازم تفهم كل حاجه. طب بعدين يا دكتور محمد لو جالي حضرتك عندي هذا السرطان هنا ده انا اخش على بعديه ايه اشهر سيمتوم له؟ كان اللي يقول ولا حاجه ده يوجوالي اس حضرتك عندي اسيمتوماتيك. طب لو جه حضرتك عندي بسيمتوم جامد اللي يقول ايه السيمتوم عندي هتبقى مين؟ كونتاكت بليد. طب يا دكتور محمد اعمل ايه علشان اشخصه مبكرا قبل ما يجي الانفيزيف؟ اعمله ايه زي ما اتفقنا؟ سكرين سكرين. طب والسكريننج ده هل شيء اكيد؟ لا يا ولاد ده مجرد مسح امال الشيء الاكيد ان انا اخد ايه حضرتك عندي؟ بايوبسي. طب مين اللي اخترع لي حضرتك السكرين بروجرام ده؟ بابا نيكولاي. بس تيك كير فين الخشبه؟ الاب نيكولاس وصلت فين ورين؟ هل هو بياخد حضرتك خليك مسافة كده الله ينزل تمام؟ هل هو حضرتك عندي بياخد عندي حضرتك بايوبسي ولا بياخد سيتولوجي؟ سيتولوجي. شوف لما بتجي لك في الام اس كيو طب ليه ما بتحلوش صح؟ It does not take biopsy ده بياخد مين عندي؟ خلايا برافو عليك سيتولوجي. طب وحضرتك هو بيعملها ازاي حضرتك؟ طب ولو اخد بالحضن ده اللي انا عنده بياخد بس منين سيرفكس؟ من الاكتو سيرفكس. طب اللي جوه يا دكتور هياخدها بالحاجه الثانيه اللي اسمها ايه؟ اسمها ايه قلت؟ الفرشه. ايوه فرشه البلاعه دي اسمها ايه؟ سيتوبراش. سيتوبراش برافو عليك. تعمل ايه؟ بجيب العينه اللي انا شاكك فيها طبعا بره هنا انت مش شفت بره هم اللي بيجيبوا لنا البناية بتاعك وايه الاخبار؟ وتروح واخد شويه خلايا 360 درجه كده وتروح واخد شويه خلايا بالسيتوبراش دي من الاندو سيرفيس كده وايه الاخبار؟ وتروح حاططهم على مين؟ على سلايد. قبل ما الخلايا تموت بتعملها فيكسيشن اسمها عايز الكحول تو فيكس فيكسيشن بالكحول. لو قلبت الصفحه بقى فوق هتلاقيها بتعمل التفاصيل دي فيكسيشن باي الكحول. وبعد ما تعمل فيكسيشن باي الكحول يا دكتور محمد الاخبار تروح دهنها بالستين اللي اسمه ايه؟ البابستين ده. البابستين ده هتطلع حضرتك عندي بكام نتيجه؟ هتطلع عندي بثلاث نتائج. خير يا دكتور؟ ايه الثلاث نتائج؟ واحد حضرتك عندي ان مفيش حاجه nothing. اثنين حضرتك عندي ان في حاجه لسي ان. ثلاثه حضرتك عندي ان المنظر اللي انت شايفه وحش قوي highly suggestion of ايه؟ invasive. invasive. يا دكتور اللي انت بتقوله ده ازاي انت بتقول ان مشخص عنك ان في invasion رغم اللي باخدش بايوبسي؟ واضح ان الخلايا نفسها اللي بتوع السيتولوجي اللي بيبصوا في الميكروسكوب هي اللي هتديني الايحاء. هي اللي تقول له شكلك معقول سي ان 1. خلي بالك ما تاخدش ثيكنس، انت عارف عشان تحدد سي ان 1 من 2 3 لازم تاخد ايه؟ ثيكنس، انا اخترت ولا اخترتين ولا اخترت؟ هتستغرب لما تروح البيت ازاي بتشخص ودرست الخلايا بالخبره بشكل الخلايا عندي عامل ازاي؟ طب ايه يا دكتور المنتج؟ يلا نشوف المنتج اللي عند حضرتك. يا اما نافن اهلا وسهلا، يا اما حضرتك عندي سي اي ان اهلا وسهلا، يا اما في حاجه اسمها اسكس. اسكس اسكس ايه يا دكتور؟ خير اللهم اجعله خير. تمام؟
abnormal squamous cells of undetermined AMD significance. يعني يا دكتور محمد abnormal squamous cells؟ يعني لقيت خلايا فيها شوية تغيرات لكن لا ترقى هذه التغيرات ان انا احتسبها عند الله ما هي مين؟ سيريا. شوية خلايا فيها تغيرات لكن لا ترقى عند الله ان هي حضرتك عندي احتسبها عند الله ان هي مين؟ سيريا. اللي انا عامل ايه في الكارثة دي بقى جامد؟ لقيت abnormal squamous cells ومش فاهم انا ايه؟ undetermined مين قالها؟ هاتيها بعد 6 اشهر من مسحه ثانيه. طب وما لو ما قالها قوي خدي ايه؟ بايوبسي. علشان اخد بايوبسي لازم الخطوه اللي قبلها مين؟ تنبسط. يبقى نشوفها بعدين نبقى نتابعها نبقى حضرتك عندي نرقيها نعمل كولبوسكوب وناخد بايوبسي. لكن محدش فاهم جديد. امال ايه اللي مفهوم بقى يا دكتور محمد؟ السيره الجامده اهو. ايه الكارثه اللي عندي؟ الكارثه ان حضرتك حاجه من اثنين، يا سي اي ان 1 يا سي اي ان 2 و3. طب وما انا اتفصلت كده يا دكتور ليه؟ اصل التغيرات اللي الناس بتوع السايكولوجي دي بيشوفوهم في السي اي ان 1 قريبه قوي قوي من الاتش بي في اللي بيعمل قصه الكوندويلوما مين؟ اكيومينيت. نعم. يعني انت هنا في السي اي ان 1 ده انت بين حاجتين، يا اما تبقى سي اي ان 1 بجد سرطان بس سرطان موضعي، يا اما حضرتك تبقى ايه؟ شويه انفكشن هبله. الاثنين اخبارهم ايه؟ شبه بعض ولا يمكن يعرفوا يفرقوا بينهم. اللي يقول لي ايه الحل؟ والله العظيم بجد في 50 بونس. ايه الحل؟ لو انا شفت حضرتك عندي منظر بتاع سي اي ان 1 ده ومش قادر ان انا اتكلم عنه. كويس اناليسز للفيروس وده كلام صح وبيعملوا كده بدي ان ايه بروبي بيعملوا بس مش هو ده الحل. تمام. يعني احيانا حضرتك ده وده بيعملوا تشومرز وده وده بيعمل انفكشن. القصه مش بالوضوح الكات شارب اللي انا بقوله ده. ايه الحل؟ لو سي اي ان 1 شبه الخلايا بالظبط بتاع الكوندوم ده حل هدف قوي ومكتوب قصاد عينك. اعتبرهم ايه؟ اعتبرهم الاثنين حاجه واحده. يعني يا دكتور محمد تعتبرهم الاثنين حاجه واحده؟ مش كده تقسيم سي اي ان 1 و 2 و 3 دي اتلغت زي ما حضرتك اتلغى زمان؟ اسمعني، كان كلمه في الباطول اسمها ديسكاريوزس ديسبليزيا مايل ديسبليزيا مودريت ديسبليزيا. الكلام ده اتلغى، ما عادش في مايل مودريت سيفير ولا عاد في سي اي ان 1 و 2 و 3. امال بقى ايه حضرتك عندي؟ بقت يا اما لو جريد يا اما هاي جريد. الكلام ده اتقال في الباطولوجي ولا أو أنا عارف ده كلام سوفيستيكيتد. شوف هاي جريد إيه ولو جريد إيه؟ يسمى 50 مليون سمعت أنا وأنا واخد بالي. لو جريد سل أو هاي جريد سل. حد عارف يعني إيه سل؟ يعني سكوينس انترا ابيثيليال ليجن. الناس بتوع بره دول صيع وياريت نوصل يعني ان شاء الله رب يجعل الواحد سبب تبقى وان شاء الله الواحد يسمعكم في يوم من الايام جايزه اي حاجه نوبل نوبل اي حاجه. تمام؟ يعني ايه سكويمس انتر ابيثيليال ليجن؟ ليه ما قالش سكويمس انتر ابيثيليال نيوبليزيا؟ ليه قال ليجن مش نيوبليزيا؟ عشان تكون كده نيوبليزيا وانفكشن. فعشان كده قال لك ايه عندي؟ قال لك حضرتك هنسميها لو جريد سكويمس انتر ابيثيليال ايه عندي؟ ليجن. طب وليه فرق عندي بين الاثنين؟ اكيد اللو جريد علاجها اهبل، الهاي جريد علاجها اصعب سنه بس. وقال لك اللو جريد دي حاجه اي كلام، يا اما انفكشن يا اما سي اي ان 1 مش مهم، عليكم تريت ذا انفكشن. اف ريكرنت ديستروي عندي الابيثيليوم بليزر بكهرباء بتسقيع. حد عارف الانواع الثلاثه بتوع الدستركشن بتوع الابيثيليوم؟ سيبك ايه التلاتة الانواع عندي؟ يا اما حضرتك عندي الحرق بالكهرباء، اسمه ايه الحرق بالكهرباء؟ اسمه حضرتك عندي كوتري، برافو عليك، كوترايزيشن، الكتريك كوترايزيشن. يا اما الحرق عندي حضرتك عندي بالليزر، ليزر كوترايزيشن، يا اما الحرق بالتسقيع. ايوه. فليه حضرتك عندي اختلفت لو جريد من هاي جريد؟ علشان العلاج اللي مكتوب على الصفحه اليمين اللي انت بتشوفه دلوقتي حالا عشان نمشي. يلا يا دكتور محمد، اخذنا مسحه وطلعت عندي باب سمير، واتس نكست ستيب؟
اخدت مسحه وطلعت عندي كام سبير وطلع عندي ان قال لك ايه حضرتك عندي ان طلع ان في عندي سائقا واحدة واثنين تلات خلاص بقى قلنا اللغه دي مش موجوده طلع ان يا ايه يا لو جريد يا مين يا هاي جريد واتس نايم ستاب بروسس الكل انت في خلايا شكلها غريب واحتمال تبقى خلايا سرطانيه انت مش متاكد يا دكتور انا بقول سيتولوجي اكيد السيتولوجي ده لو هاي بولس ايه وهاي بولس ايه ده انا بهزر بقى وما نتاكد بقى ازاي ان شاء الله لازم اخد ايه بايوبسي خد بايوبسي منين يا حبيب قلبي والمرض جوه الخلايا انت ما انتش شايف حاجه لازم تكبر بمين بكل دسكوب شايف منظر الاله اللي مرسوم عندك اه اللي هي الديره في الامتحان شايف قلب الكولوسكوب كده اهدينا الديره في الامتحان وتروح مكبر الصوره تماما حضرتك بيكبر كام ضعف الكولوسكوب 20 مره 20 مره واحنا بنكبر الصوره حضرتك عندي بنجيب ايوه روح كده المدام سهر ايوه هاتهم من المطبخ وتعالى بنحط حضرتك عندي صبغتين جايين من المطبخ اللي يقول لي ايه بقى جامد خل وصبغه شيوخ بتحط ايه يا دكتور محمد حد عارف الاسيتيك اسيد ايه ده الخل وصبغه يود حد يسمع حاجه اسمها شيلر ايودين لوكالز ايودين بتاع الثايرويد تمام لما تحط عندي صبغه يود اسمها ايه حضرتك عندي شيلرز ايودين ويا دكتور محمد بتحط الحاجات دي عشان الكولوسكوب ده اما بيكبر لي الصوره عايز اشوف فين المكان اللي فيه الخلايا المصابه علشان اخد مين عندي منها بايوبسي ازاي بتشوف المكان اللي فيه الخلايا المصابه يا دكتور محمد واحد انا فاضل لي 5 مينتس بالمناسبه خلاص ده انا كده قطشنا الدرس طب يلا كمل كمل بكره مين؟ كمل بكره بكره حل عليا شويه لا يلا بكره ايه يلا حالا صراحه منك لوك ليها ليها يلا يا ابني ازاي ده وارجع من اول حصه الجايه واقول لك البنت الصايعه من اول ما تطلعوا في التجمع ده طبعا اخلص بنعرف ازاي بالكولبسكوب ان الشكل وحش واحد ان الابيثيليوم شكله ابنورمال ابنورمال ابيثيليوم ريزد الريجولر ايه اثنين علشان الخلايا دي تبقى سرطانيه مين لازم يجي لها؟ فاسلز ابنورمال فاسكولاريتي فاسكولاريتي عنيفه شايف بقى الحته دي اما تروح البيت انت مش هتفهمها لوحدك اما يجي يبص يقول لك على الابنورمال فاسكولاريتي دي انت باصص على السيرفكس ادي السيرفكس اهو وادي الخرم ده اكتوس ده اكسترنال اس ولا اكسترنال اس ادي السيرفكس انت باصص عليه بالمنظر ده شايف الفاسكولاريتي العنيفه اللي جايه لك دي هتبان لك على ايه لو انت جنبي؟ نقط. انت شايف نهايه الخطوط دي؟ نقط. سموها بانكتيت. بانكتيت نقط. بانكتويشن بانكتيت. شايف من كتر الفاسكولاريتي ايه اللي حصل؟ ابتدوا يعملوا انستموز مع بعض. موزايكيزم. بس عشان ايه عندي؟ حد يعرف الحجر الموزايك؟ موزايكيزم. ابتدوا يعملوا انستموز. ليه نوع؟ ليه موزايكيزم؟ ابنورمال فاسكولاريتي. طب يا دكتور ده انت كاتب اربع حاجات ايه الكرايتيريا الثالثه والكرايتيريا الرابعه اللي هتدل لك ان في هنا حاجه ابنورمال عشان تخش تاخد بقى منها عندي بايوبسي. اه والله حضرتك عندي هستفيد بالصبغه اسيتيك اسيد. والله الخلايا اللي هتنور بعد ما حطيت الخل بيسموها اسيتوبايت ارياز. مالكش دعوه ليه. حاجه ان شاء الله لما تيجي تاخد الدكتوراه تحت ايدينا كده. اقول لك ان الخلايا السرطانيه هتمتص الاسيتيك اسيد اكتر ولما تيجي بتصور الكولوسكوب ده تعكس لك الصوره اكتر كانك ضربت فلاش كده في عينك. مناطق هتلاقيها لونها ايه؟ ابيض مع الخل. شفت المنطقه البيضاء دي؟ خد منها عينه. شفت المنطقه البيضاء دي؟ خد منها عينه. ادي منطقه بيضاء، ادي منطقه بيضاء. بس يبقى فوكل ولا مالتي فوكل؟ مالتي فوكل. اسمها كولوسكوبك دايركتد ايه عندي؟ بايوبسي. برافو عليك. طب وايه الحاجه الرابعه والاخيره عندي حضرتك عندي؟ الشيلر ايودين. طب خد دي. حد عارف الشيلر الايودين بيصبغ الجلايكوجين ايه؟ بني شرط فلات. الايودين بيصبغ الجلايكوجين ايه حضرتك؟ بني. بيصبغ جلايكوجين بني او علامه من علامات ان هنا في سرطان انك مش تصيب البني انك تبقى حضرتك فيري لايت نوت براون باي شيلر ايودين نوت براون اللي يقول لي ايه بقى انت مش 50 جنيه معايا؟ ليه يا اسطى؟ ليه عندي الخلايا السرطانيه
اما احط الشيلر ايودين لان الخلايا السرطانيه النيوكليس بتكبر بس السيتوبلازم بيقل ويستهلك فما عادش ليه مكان يبقى فيه جلايكوجين فعشان كده هتلاقيه ايه عندي اصفر بارد اصفر بارد عشان كده ايه الاخبار عندي تيجي بسعادتك تكبر الصوره بالكولبسكوب لو بعدين بتروح عامل اخبار بالصوره بالكولبسكوب فين المكان اللي هياخد منه البايوبسي ديبندنج على الكولبسكوب ده اديني اربع اجابات واحد ابنورمال ريزد ريجولار ابيثيليا اثنين ابنورمال فاسكولاريتي باكتيتو موزايك ثلاثه هتلاقي في عندي اسيتوايت ارياز اربعه تاخد من ارياز ستيند براون باي شيلر مين عندي ايودين هي دي اللي تاخد منها ايه حضرتك عندي البايوبسي اتفقنا يا ولاد قبل ما اتخذت البايوبسي لو انت ما عملتش الفيجن الابيثيليوم يبقى اسمك ايه؟ ايه انجليزي؟ على انك سهل ولا صعب؟ سهل كل اللي كبير كبيرك هتشيل مين بس؟ الابيثيليوم امال لو لقيت انت انفيدنج الابيثيليوم يبقى على انك سهل ولا صعب؟ صعب ده انت بقيت اسمك ايه؟ كانسر سيركس ايش ده ولاد؟ شوفك على خير ان شاء الله؟ يلا سيو على خير يلا حد ما شافش دول يا ولاد؟ قال بجد